بالبداية احنا يعني نرحب بكم، السلام عليكم جميعا، نرحب بالجميع على حضورهم ومشاركتهم اليوم. محاضرة اليوم هي ضمن برنامج الامباسدور لكتشرر بروجرام اللي هو احد برامج SPE. واليوم احنا نستضيف محاضر جديد. هذا طبعا برنامج محاضري يكونون دائما هم من الشباب بالصناعة النفطية اللي هم اليونج بروفيشنالز. ان شاء الله السيد المحاضر استاذ ضياء راح يسولف لكم اكثر على المحاضره. فاحنا بدورنا كفرع لجمعيه مهندسي النفط العالمي SPE نرحب بكم جميعا للحضور، ونرحب باستاذ ضياء تواجد اليوم. وهذا جهود كلها هي جهود تطوعيه بحته، وان شاء الله نقدم لكم هو الافضل واللي يليق بكم كمهندسين نفط بلد نفط. شكرا جزيلا، والكلام حضرتك استاذ ضياء. تمام، السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. شكرا جزيلا براء على هذه المقدمة. بشكر SPE Baghdad Section على هذه الفرصة اللي اتاحنا حتى نكون جزء من هذا البروجرام، ونقدر قدر الإمكان انه نقدم فرد شيء ولو انه يكون بسيط لكل شخص مهتم بالأويل اندستري، وبالاخص اللي هم يعني بتروليوم انجينيرز. طبعا قبل لا انه ابلش، هم احب اوجه شكر لكل شخص دزالي رساله انه بها بوزيتيف ووردز انه كسبورت للايفنت هذه، فانا جدا ممنون من عندهم. طبعا مثل ما وضح مهندس براء انه هذا البرزنتيشن صار تحت البروجرام مال الامباسدور ليكتشر، فما راح يصير الدخول مباشره بالبرزنتيشن. فحسب الانستركشنز مال البروجرام انه اكو لازم مش كم سلايد نمشي بيهم، هم ينطوكم فرد overview introduction عن البروغرام نفسه، عن SPE، بعدين يلا انه نبلش بالمحاضرة. فطبعا اللي شخص اللي حتنعط عليه هذه المعلومات نرجو المعذرة، بس هذا فد شيء يعني لازم نلتزم به، انه ما نقدر نخالفه ونعبر ذلك السلايدات. فان شاء الله ما راح نكون يعني ناخذ وقت كلش طويل بهن، بس ان شاء الله تكون اكو فرد معشكم معلومة مفيدة. طبعا بالنسبة قبل ما انه نبلش نطفلت فكره عن البروجرام، الكل يعرف احنا الكوفيد 19 صار حديث الساعه، فسلامتكم وسلامتنا وسلامه البلد بشكل عام اكو فرد ارشادات نزلتها منظمه الصحه العالميه الهو قبل كم اسبوع، وطبعا اكيد خلتها انه تنشر عن طريق جوجل باعتبار الويب سايت رقم واحد اللي انه اكثر الناس تستخدمه. فببساطه قالوا انه اوكي اكو خمس شغلات نتمنى انه الكل يتبعها حتى انه نوقف في الكوفيد 19. فنقطة رقم واحد اللي هي انه الايدين، فواش ذيم اوفن. فاعتقد انه فتره من ورا كوفيد 19 بشهر او شهرين وصلت انه الفيديوهات اللي تعلم شلون الطريقه الصحيحه لغسل الايدين وصلت ترند، وكل شيء ناقص اكو كانت يعني ما تعرف اصلا شلون، مش قد الوقت اللي لازم انه يكون مطلوب حتى انه تتاكد 100% انهم تكون يعني your hands clean. النقطة الثانية كانت إنه cough into it، إنه تستخدم المرفق. كثير من الناس وأنا واحد من عندهم كنت دائما ما أستخدم تشوف إيديه، إنه إذا العفو يصير فرد سؤال، فهنا أنا أوكي ينبهك إنه لازم تستخدم المرفق. النقطة الثالثة إنه بالنسبة للوجه، هنا أنا مستخدمين صيغة الأمر do not touch it. قبل كم سنة سووا فرد سيرفي وأخذوا فرد average، إنه بالدقيقة الوحدة الشخص من 3 إلى 5 مرات يلزم وجهه. فاليوم تقريبا من 2000 إلى 3000 مرة انه الشخص يجيس وجهه. فهذه واحدة من الشغلات اللي ينبهوا عليها انه اوكي do not touch it، لان واحدة من الكل يعرف انه من main reasons اللي تنقل هذا الفيروس هو اوكي عن طريق اليدين وللوجه. هذه بالنسبة انه للمسافة keep safe distance. اكو ناس لحد هسه تعتقد انه المتر ونص الى مترتين هي safe distance، بس هذه يعني مو للشخص اللي هو قدامك او اللي وراك، هذا اللي يكون جنبك. المسافة هي من 4 إلى 6 متر، يمكن هذه صعب واحد يحققها، بس هذا يعني اللي شافوه انه انتقال الفيروس المست مالته المسافة، فانه لازم تحافظ على 4 إلى 6 متر حتى انه انت تحافظ على نفسك من الفيروس. النقطة الاخيرة اللي هي home stay if you can. طبعا هذه يمكن صعبة على كثير من الناس، بس هم قالين if you can، فنتمنى ان شاء الله انه تعدي هذه الأزمة على خير وسلامة، ويا الله يا رب ان شاء الله انه يبعد عنكم كل مكروه. فنتمنى انه كل شخص يعني يشارك هذه ويطبقها بالأول، ويناسى حتى يعدي هذه الأزمة
واحنا بخير وسلام. هسه لما حكينا انه ليش البرزنتيشن صار تحت الاي ال بي اللي هو الامباسدور لكتشر بروجرام، هذا طبعا البروجرام هو فرد مبادره سوتها الاس بي اي، كل الغرض من عندها انه الطاقات الشبابيه اللي موجوده اللي هم اليانج بروفيشنالز اللي هم عندهم فرد اكسبيرينس ونولج، يعني صحت لهم بعد التخرج فرد فرصه بالاويل في سواء كان انه البرايفت سكشن او الستيت سكشن، فاكتسبوا فرد اكسبيرينس ونولج، فانه الاس بي اي سوت هذا البروجرام حتى انه هالاشخاص دول هالطاقات الشبابيه هاي تفيد مجموعه فئات. طبعا واحده من الفئات المستهدفه اللي هي السكندري سكول، يعني الطلاب اللي هم يداومون بالاعداديات، اضف الى انه الطلاب الجامعات بالاخص اللي هم بقسم هندسه النفط، يعني كل فئاته سواء كانت جامعه تكنولوجيا اقصد او البصره، والفريش جراجويتس، اضف الى انه الاقران اللي هم اليانج بروفيشنالز. فشلون ممكن انه نفيدهم؟ يعني بالنسبه للفئه الاولى انه انت توضح له ترى انه مو بس المجموعه الطبيه بالاخص هنا بالعراق انه هي اللي راح تامن لك مستقبل، او هي اللي ممكن انها توفر لك فرد مردود مالي، او انه اللي ممكن انه تخلي لك فرد بصمه، يعني انه تبتكر فرد شيء او تقدم فرد شيء بحيث اسمك ينعرف. ترى انه خلي ببالك الاويل اندستري انه اذا انت تدخل بها ممكن تحقق كل ذني. فهي واحده من الشغلات التشجيعيه انه يعني خلينا غير مفهوم انه اوكي انت تريد كل شيء روح مجموعه طبيه. بالنسبه للطلاب اللي هم باليونيفرسيتي ف نفيدهم انه الكل يعرف انه بسبب الظروف اللي يمر بها البلد والاوضاع، عاده انه يكون الجانب النظري هو الطاغي على دراستنا. انا واحد من الناس اللي كنت يعني جامعه بغداد اوكي يعني تقريبا 80% الى 90 هي كلها نظريه، يعني 4 سنوات بس سفرتين علميات والسفره الثانيه السياره عطلت بنص الطريق. فيعني ممكن تتخيلون انه كل الصعب انه صحفرت فرصه لطلاب الجامعات يشوفون البي او بي بعينهم، يشوفون الشيل شيكر شلون يجي عليها الريتيرن ويسوي ديسكارد للكاتينجز. فاحنا ممكن من خلال هالفرصه هذه انه نقدم لهم فرد برزنتيشنز بها شيء من ارض الواقع، يعني صور حقيقيه مو سكتشز مو دراونز. ممكن اكيد هذه تكون ذني مطلوبات يوضح عن فكره، بس مرات انه انت تشوف مثلا على سبيل المثال مال تاي باغ ستيم اسامبلي، انا هذا دارسه للمرحله الثالثه حفر، بس اوكي ابد ما شايفه، انه لما صحت لي فرد اوبورتونيتي بالفيلد سايد اوكي شفته، وهسه ان شاء الله اليوم انا راح اشاركها وياكم. بالنسبه للفريش جراجويتس اكيد هنا طبعا هذه نقول الحيره اللي راح يصيرون بها انه اذا توفرت لي فرصتي بالقطاع العام والقطاع الخاص وين يروح. فهذه ممكن احنا كناس يعني او كاشخاص انه اجتنا فرد فرصه نقول له يا ترى هذه الإيجابيات والسلبيات مالت القطاع الخاص ومالت القطاع العام، فأنت شنو تحب؟ نقدر نوضح له ونساعده باختيار. طبعاً أنا اللي أحكيها هاي على مود إنه أختزل بالوقت، يعني كل فئة شلون ممكن ولو نقطة واحدة شلون ممكن نساعدهم. بالنسبة لأقراننا إنه نحكي إحنا لما تخرجنا أكو أصدقاء اللي راحوا بالإيلاين، فصار كل اختصاصه هو عبارة عن لوجينج تولز. فهسه يعني اكو اصدقاء لي انا صراحه يعني اغبطهم على المعلومات اللي عندهم، ما شاء الله متمكنين، بس هو مثل ما قلنا راح تحدد باختصاص واحد. عن نفسي انا وين اجتني الفرصه بالورك اوفر اند كومبليت، فانه انطتني فر الشغلات ابو اللوجينج ما شايفه، فهنا ممكن تصير مشاركه معلومات وانه الواحد يفيد الثاني. طبعا شنو الشروط بالنسبه حتى انه تكون تقدم او تسوي ابلكيشن هذا البروجرام؟ اوكي هنا شرطين بكل بساطه، الاولى انه انت العمر لازم اقل من 35 سنه وتكون عندك يعني فرد اكسبيرينس ونولج، يعني انه انت جايتك فرد فرصه ومشتغل، واضف الى انه السوفت سكول اللي هي واحده من عندها انه انت تقدر تسوي برزنتيشن وتقدر انه تقدم هذا البرزنتيشن، لان ماكو فايده انه انت تكمل البرزنتيشن بس انت يعني مثلا خلينا نقول تكون خجول، او انه يعني ما انه عندك المقدره توقف قدام ناس وتنطق هذا البرزنتيشن. فصراحه يعني انا من وجهه نظر شخصيه واحب استغل هذه يعني هذا السلايد انه اشكر به الاخ العزيز اللي هو براء، نبهني على هذا الامباسدر لكتشر بروجرام انا ما كنت تعرف به، فمتفضل وانا اتمنى له الموفقيه ان شاء الله. يعني كل اللي تشارك به انه بس تكون انت اس بي اي ممبر، انه يعني لا تدفع فلوس، والمقابل انه هذا راح يكون عمل تطوعي، يعني ماكو منه مردود مالي،
بس اكو حي المردود مالته هو يكون معنوي اكثر مما مادي. فانا اتمنى كل شخص انه يحس نفسه انه عنده المقدره ويتوفر بيدن الشرطين، فلا انه يتردد. والاخبار ان شاء الله ما يقصر باي شخص، اي انسان يعني يريد فرد معلومات اوكي. طبعا استاذ ضياء شكرا جزيلا، ولو اقاطعك شكرا لكلماتك ودعوتك، شكرا جزيلا. اكبر نقطه كلش مهمه وهي انه هذا البرنامج احب اضيفه، هذا البرنامج من المقرر وانشئ لاجل ان يلقى في الجامعات، يعني الامباسدور لكتشرر يزور الجامعه نفسها ويلقي هاي المحاضره، ولكن بسبب كوفيد 19 صار أونلاين، حصلت بموافقة إنه يكون أونلاين في سبيل إنه هاي بجهودكم. تبقى أشكرك الله يسلمك أستاذ، في يعني الغاية إنه تبقى SPE engaged with its members. تمام. أوكي. فهاي النقطة كلش مهمة، ومثل ما مثل ما دعا أستاذ ضياء، إحنا قبل يوم نشرنا يعني call for application بالبروجرام، فاللي يجد بي المواصفات اللي ذكرها أستاذ ضياء بالإضافة اللي إحنا ذاكريها اللي هو غطاها أستاذ ضياء كلها، فلي يتردد يقدم إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يتراجع العفو يعني الابليكيشن مالته يتم مراجعته ويقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا وخذ راحتك أستاذ ضياء. شكرا لله، الله يحفظك، ممنون براء، شكرا على هذه الإضافة. طبعا أوكي، ليش أنا موجود اليوم هنا؟ أولا حتى أنه أكيد أشارككم فرد جزء ولو بسيط من إنه الإكسبرينس مالتو والنولج بالأويل فيلد. طبعاً ابتداء من تخرج لحد ما إنه هسان اليوم موجود هنا منطيكم هذا الويبينار. بس أكو قبلها إنه حيكون فد شيء عن الـ SPE، لأن قلت لكم هذا الأستاذ حيكون مطلوب من ضمن البروغرام لازم، وإن شاء الله إنه آخر شيء حيكون السبجكت. طبعاً أنا راح أحكي عنه بالتفصيل بالسلايد اللي بعد الجاي، فما راح انه اخذ وقتي هنا. اوكي، عن نفسي انه انا تخرجت من جامعه بغداد بكالوريوس هندسه نفط 2013 من الجامعه الام، وهذا الشيء افتخر به واعتز، وصراحه هذه تحيه اوجهها والسلام لكل الاساتذه اللي كانوا مشرفين علينا لمده 4 سنوات. للامانه هم كانوا يعني مو بس اساتذه ينطون محاضرات، يعني اكثر حتى يمكن مع المدرسه يكون قليل بحقهم، بس هم يعني ما قصروا ويانا حتى بالنصائح بالحياة الاجتماعية، فاستفادينا كل شوية من عندهم، وصدق انه يقولون ايام الجامعة مستحيل تتكرر. فاللي هو بعد قال طبعا من 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 هالمنبر نحيي دكتور اياد اللي هو موجود ويانا اليوم. اهلا وسهلا دكتور اياد، يشرفني. الله يحفظه، يشرفنا متواجد ويانا ونحيي، وشكرا لتواجدك اليوم ويانا. الله يحفظه، الشرف هذا لي، انا افتخر دكتور اياد. انا طبعا ما اريد اخص اي شخص، بس انه كلهم على راسي، والدكتور اياد من الناس اللي صراحه انا استفادت من نصائحه. الله يحفظه دكتور اياد. فخلصنا 4 سنوات على خير وسلامه. طبعا احنا كان اكو خطوره ما طريق بالاخصان شيء محافظات، الحمد لله والشكر عدت، تخرجنا من ضمن الربع الاول. فورا التخرج تعرفون كان سالفه التعيين ماكو، فقمنا ندور بالبرايفت سكشن. اوكي، اول ما بلشنا بالسي ان ال سي، هذه كانت اي لاين كومباني بس هي صينيه. اوكي، اشتغلت بها كاسيستنت سوبرفايزر وايرلاين فيلد انجينير، ما طولت بها هواي، حصلت فرصه اللي هي افضل من عندها. بس كفتشي مختصر هناك كان شغلي شنو، انه انا تقريبا ماكسيمم 6 شهور او اقل انه اشتغلت وياهم، باعتبار اني فريش جراجويت، فهنه قالوا احنا حنخليك فتره نشوفك انه يعني نشوف ادائيتك، حتى اذا انت تمام ممكن ندخلك في ذا بروجرام وتشتغل على تولز معينه حتى تصير انت بيها يعني بالفيوتشر كسوبرفايزر. فمن دخلت وبلشت انه بالبروجرام، الحمد لله والشكر، اول 3 اشهر عندهم هم شيء اسمه بروبيبيشن، يعني تكون تحت الاختبار الدقيق انه لازم تجتازه. انا قدرت انه بشهرين، فقالوا بعد خلاص انت شنو اللي تريد تتعلمه؟ فقلت لهم اوكي يعني اي تول، خلينا نبلش بتول سترينج سهل. فاول شيء بالجاما راي سي سي ال اللي هو يسمون بيه كورليشن ديبث، بعدها اوكي يعني هم هذا في التول كلش بسيطه، قدرت انه اخلص على يعني انه افتهم التولز الفانكشن مالتها وشون انه السوفت وير يشتغل عليه. فوصلت للسي بي ال اللي هو سيمنت بوند لوج اللي هو يسوي سيمنت ايفالويشن بيهايند ذا كيسينج. فبعدها انه جاني جوب اوفر انه اكون برور ومال اوبريتنج اورجانيزيشن. فهناك طبعا هم انه انا هذا مال CNLC، هذا اي لاين، انا رحت
فرد الهيئه الثانيه هي اوكي بالورك اوفر وكومبليشن، فاعتبروني كانما همات انا بعدني فريش. فبلشت وياهم كتريني او يسموه سبورت، فبلشت من الفيلد سايت لحد ما انه انا وصلت ورك اوفر اند كومبليشن انجينير. هذه الصراحه مكان العمل هذا سوى فرد انه تغيير وطفره ماي كارير صراحة، ضاف لي فرد كل الشغلات هواي، ضاف لي فرد معلومات، بالإضافة لأنه الناس اللي تعرفت عليها من كل الاختصاصات ومن كل الفئات، يعني مو بس إنه مجرد مهندس. وأعتقد إنه هذه هم مع تحيات واحترام أكيد للمهندسين، بس خلي بالك إنه ترى أنت مو تتعلم بس من المهندس، هاي لازم إنه كل شخص إذا يعني خلي بالك إنه لازم مثلاً أنا مهندس أختلط بس من المهندسين، أقصد أنا على 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 إنه موقع عمل. فأنا أقول له إنه لازم تغير وجهة نظرك، لا إنه ممكن إن شخص بسيط تتعلم من عنده لأنه ما عنده فرد خبرة ومشتغله هواي. فحاولوا إنه تستغلوا صراحة الفرص اللي تجيكم في حالة إنه شخص ما حصل private section ويطور نفسه. بعد ما إنه يعني تقريب أخذت بالأربع سنوات ونص إلى خمسة بالرو، أنا طبعا حاولت قدر الإمكان من إجيت للرو، يمكن نسيت أذكرها بالإنترفيو، إنه قالوا أنت حتروح بالويلز ديبارتمنت. الويلز ديبارتمنت مي 3 ديفيجنز، بالويل سيرفيس، بالورك أوفر، بالدرومينج. فعلى كل الناس إنه قالوا لي أوكي لازم، مو لازم، إنما أنت كبتروليوم إنجينير لازم تبلش درومينج، فحاول تخلي نفسك درومينج. فأوكي، فطلع إنه يعني أنا سويت مقابلة ورا قبولي، إنه قالوا لي أنت ورك أوفر. فحاولت بثلاث مرات انه وياهم حتى بس يغيروني، رفضوا، قالوا اوكي احنا عندنا كل شخص له كواليفيكيشنز وعلى اساس نحدد وين يروح. ف يعني اوكي انا هسه اقول الحمد لله والشكر، بكتها ضجت، بس يعني جوسيه توفيقات. انا لما اجيت هنا توفقت يعني بشكل مو طبيعي، حصلت هواي ريكوجنيشنز، حصلت اوورد. فانه مرات صح يجوز يعني فتشي انه انت تكرها وما انه إنه مصل لك فلت فكرة غلط وتدخل بي جز تتوفق جز لو رايح درونج ما أنه توفق. ورا ما أنه اشتغلت صراحة إجاني الشيء اللي أنا كنت أتمنى، اللي هو أكون كدرونج ويل سايد. فحصلت أنه بالتي أو سي، والحمد لله والشكر هسا أنا حاليا بالتي أو سي كدرونج ويل سايد ويتنس. فهذا شيء مختصر صراحة عن البايو. أتمنى يا رب إن شاء الله أنه فرد شو كان معلومة قدرت إنه أشاركها وأفيدكم بها. بالنسبة للـ SPE هنا طبعاً راح نكون في شيء very quick overview. الـ SPE هي لما صارت كجمعية، مو إنه مختص ضمن بس مجال البتروليوم، الطاقة بشكل عام والبتروليوم بشكل خاص. ولو أقاطع كلافو بس فشيء أنوه عليه سريع. المحاضرة مثل ما تعرفون إنه الحساب مجاني، لذلك إحنا مضطرين حسب تمام ال يعني الريجوليشن الخالي هالبرنامج إنه كل 40 دقيقة يقطع، لازم يطلع من الـ يعني الميتينج ونرجع نطبله بنفس شلون طبيته بالطريقة الأولى الأخوان يعني البارتيسيبنتس، ترجعون تطبوله مرة ثانية. بس هاي ملاحظة، يعني بعد تقريبا 9 دقائق أو 8 دقائق يقطع، فإحنا يعني خلصنا أول تقريبا نص ساعة و 40 دقيقة. فاستضيع يا ريت شوية يعني تستعجل لنا حتى يعني الجزء الآخر يكون البداية، هي بداية التكنيكال برزنتيشن. شكرا ان شاء الله. تمام اوكي تمام، شكرا جزيلا. SPE اوكي لما صارت جمعيه اهتمت بهواي امور ممكن انه تفيدك بهواي شغلات، يعني اولها الايفنتس اللي هي تسويها بالاي تي سي والاو تي سي، الاونلاين ريسورسز اللي تشمل بيبرز وويبينارز. بيبرز انا واحده من البيبرز اللي استفادت من عندها اللي هي بالايكويبمنت سايزنج، ESP equipment sizing. هذه طبعا واحده من الارتفيشال ليفت ميثودز، تعرفون كل البيبرز اللي هي منشوره فتكون جارانتي وبير ريفيو، فتقدر تعتبرها كمصدر موثوق. الويبينارز هسه راح تشوفوها، واحدة من الويبينارز اللي تقدر تفيدك انه البرزنتيشن سكيلز مالتك شلون تقدر تطورها. فاضف الى انه طبعا الريكوجنيشنز والاوردز اللي ممكن تحصلها كل فولنتيري انه انت تقدمه، كل عمل تطوع انه تقدمه تفيد بي الاول اندستري ممكن انه يكافئك عليها. فصراحه الاسبي انا اعتبرها من الـ يعني انا كشخص محظوظ عندنا هيك احنا جمعيه ممكن انه انت تعتبرها كرفرنس لك وتسوي فرد نتورك وين الناس اللي هم اكسبرت. فانا اشوف انه الشخص اللي هو بتروليوم انجينير او انه يشتغل بمجال الطاقه لانه يفوت فرصه يكون ممبر واحد ممبر من هذه الفاميلي.
طبعا هنا نبفت شيء بس ملخص انه تبلش اعضاء SPE انه بالزيادة. فتقريبا هسه المجموع 150 ألف اللي بروفيشنال ممبرشيب اللي هم تقريبا حوالي 84 ألف، الستودنت 72 ألف ممبر. نشوف احنا هنا بالنسبة للممبرشيب مالت باي ريجن، نشوف انه هو اللي بروفيشنال بالميدل ايست والساوث اي جي، احنا باعتبار هسه كبغداد سكشن يتبع الميدل ايست اريا، انه تقريبا بلش صار مركز ثاني. يعني ندل على شيء انه بلشت الاورنس انه الناس تفهم هذا الاس بي اي هو فرد مكان انت تستفاد من عنده وتقدر تفيد. فبلشوا انه الناس انه تسوي ابلكيشنز وانه تكون ممبر من هذه الفاميلي. وبالنسبه للستودنت يمكن بعد انه يراد شغل كل شوي، وهذا بعد على الاستاذ براء انه لازم شويه يشجع الطلاب حتى انه يعرفون شنو الاس بي واهميته. ان شاء الله نتوقع انه ممكن على المستقبل القريب هم نشوف انه تصاعد بالرقم مال الممبرز مال الستودنت. واحد من هذا الاس بي اي هيستوري، يعني واحد من الناس كنت تتوقع انه الاس بي اي اول ما صارت راسا واقعا لا، هي 1871 كان بدايتها American Institute of Mining Engineers. بعدها انه هذا المعهد سوى فرد لجنة او هيئة مختصة بالأويل والغاز اللي هي الـ SPE. فبال 1957 هي الـ SPE صارت فتشي officially، بال 1985 هي الـ SPE ان خلص يعني تركت الـ Institute وصارت فتشي مستقل كorganization على حده. طبعا بال2007 احتفلت انه ب 50 سنه على تاسيسها، وقاعد نشوف انه الممبرشيبس انه الاس بي اي قاعد بال2011 تجاوزوا ال 100 ألف، وهسه تقريبا سنه 2020 هم اكثر من 156 ألف مثل ما وضحنا. ف تشوف انه بلشت الناس الاويرنس مالتها كل ما تزداد، بالاخص من هذه البروجرامز اللي يسووها واللي يشجعون انه سواء كان انه الستودنت يبلشون بهم من الهاي سكول وانت صاعد، حتى انه يفهموه عن الاس بي واهميته انه يكونون جزء من هذه العائله. بالنسبه لبغداد سكشن فالشي اوفر فيو كل السريع، طبعا هو احنا هسه العراق عندنا اربع سكشنات، اربيل وكركوك وبصره، بالاضافه له هو هسه الويبينار اللي سبونسر بايت يعني بغداد سكشن. يضم تاسس بال 2015، يضم أربع شابترات اللي هي جامعة بغداد، تكنولوجيا، جامعة كربلاء والفارابي. هسه حاليا تقريبا أكثر عندنا من 750 ممبر بين young professional و student، وإن شاء الله أنه بجهود الطيبين مثل الأستاذ براء وزملائه بالإضافة للسينيور ممبرز أيضا يشكلون نسبة كلش عالية من أعضائنا. تمام أحسن، فالسينيور ممبرز مثل ما ضاف، فإن شاء الله بجهود الطيبين إحنا راح نقدر إنه نوصل فرد الثقافة إنه شنو أنت تكون ضمن أورجانيزيشن اسمها SPE، وشون ممكن هي تساهم بتطورك، وشون تقدر أنت تساهم بإضافة لهذه SPE. أوكي طبعا هذا كان فرد أوفرفيو. بالنسبة إيش قد عندناش كم دقيقة أستاذ براء؟ أربع دقائق على انقطاع الجزء الأول أستاذ، تفضل. أوكي إذن أنا قبل دقيقة أنا بهك. تمام اوكي، هسه خلي استغل هذه اربع دقائق بس في شيء انه اوضح التايتل او انه السبجكت مال التماتي الماتيريال. هو شو يقول achieve linear production casing integrity through a remedial work by using tie bag casing. هنا احنا افترضنا انه عندنا فرد مشكله بير هو production يستخدم اللاينر 7 انش لاينر، فصارت اكو فرد مشكله بالكيسينج مالته بالكيسينج وول ونريد نعالجها. فوحدة من معالجات اللاينر برودكشن كيسينج هو استخدام التاي باغ، فراح انه نوضح شلون ممكن فرشي بين الـ يعني مو كلش ادفانس، ما خلينا كلش تكنيكال ولا خلينا كلش اليمنتري. طبعا مثل ما انه وضح مهندس وراء انه هذا كان مفروض اون كلاس وفرد فئة معينة تحضر به، بس بما انه صار اونلاين اوبنار فانطينا فرصة للكل ممكن يشارك. فهسه اكو اشخاص مشاركين هم ستودنتس واكو فريش جراجويتس يعني من كل الفئات اللي ذكرناها، فما قدرنا انه نخليه ادفانس، فقلنا احتمال انه اكو ناس ما راح تستفاد من عنده، فهلي انه حاولنا نبسطه ونخليه مستوى خلينا نقول ليفل مالته انترميديت، وكان المفروض انه ناخذ ريل كيس ونناقشها. فصار الاتفاق لا انه اوكي نحكي بشكل عام ونذكر فشي تكنيكال فشي بسيط. اوكي هنا هسه هذا
الويلز كونفيجريشن. هنا أنا أغلب الويلز كونفيجريشن اللي حتشوفوها بالأويل فيلد بالعراق هي حتكون واحد من ذن الأربعة. فنبلش من أول شيء اللي هو هذا 7 inch production casing اللي هو يتألف الويل كونفيجريشن كوندكتور والسيرفيس وانترميديت، وهذا 7 inch هو يكون ممتد للسيرفيس. هذا الستاندر، هذا الستاندر ويل كونفيجريشن. النوع الثاني واللي هو اللي يخصنا واللي أنا صراحة اللي أريد الكل بس إنه يحفظ الكونفيجريشن هذا، اللي هو يقول 7 inch liner اللي هو هذا من أنا من هذا اللاينر هانجر وأنت نازل، ويكتمل إنه للسيرفيس 958. والنوع الثالث طبعا هذا اللي قلنا عليه 7 inch liner production في 958 production casing. النوع الثاني هذا موجود بس بالآبار اللي يسموها الهيريتج أو الليجاسي، هذا كلش الآبار القديمة اللي حسب ما أعرف كانت يعني قبل 2003. مرات يصير عندهم واحدة من الأسباب يصير شورتج. شنو اللي قاعد هنا يستخدمون two sizes two different sizes مال production casing، فتشوفون إنه هذا ومكملي ب 658 مكملي عن طريق هذا. هنا يستخدمون كروس أوفر، كروس أوفر إنه حتى يربطون ذن two different sizes. فمثل ما قلت إنه هذا يعني بعد ما صار جولات تراخيص ودخلت لنا الشركات بعد ماكو شيء اسمه two different sizes بالبرودكشن كيسينج، يعني يكون سايز واحد إذا يردون يخلوا للسيرفيس. شلون هسه هذا الأول إذا 7 inch أوكي تمام. وهذا الأخير اللي هو يكون 4.5 liner في 7 inch، هذا اللي هو هم عادة يستخدموه بس كلش قليل. إحنا كل همنا هسه نحكي على هذا اللي هو حنضرب إنه نحكي شلون إنه تايب أوت صارت فيه مشكلة وشون ممكن عالجها على هذا الويل كونفيجريشن. أوكي ما أريد أن أكمل لأن هو أصلا حينقطع، عشان إن شاء الله إنه بعد ما إنه ندخل السيشن الثانية راح أشرح بالتفصيل. تمام عندنا ثواني إحنا يعني، فبس يعني نذكر الأخوان أرجعوا ادخلوا. اوكي مثل ما قلنا انه هسه حنشتغل الاول انه التايب باك، حنشرح انه عندنا الويل كونفيجريشن 7 انج لاينر في 958. كل اللي يهمنا بالموضوع انه نعرف هذا 7 انج هذا اللاينر هانجر، والباقي كله عباره عن بايبس مرتبط 7 انج للتي دي مالت الويل، وهذا الفوق كله 958. هسه حنشوف انه شلون ممكن احنا نعالج مشكله واجهتنا وشلون ممكن. بس قبلها انه بس ريد نعرف شنو التايب باك كديفينيشن. فالتايب باك انه ديفاين الانتجريشن مالت اللاينر، يعني احنا جزء مكمل 7 انج لاينر او لللاينر برودكشن. منين ممكن من حي نكمله من التوب مالت اللاينر اب تو سيرفيس. فاذا تشوفون هسه هذا اللي هو اللاينر هانجر موجود، فاحنا هذا التايب باك، هذا التايب باك اللي هو الخط الرصاصي، فحيكون داخل ال 7 inch liner اللي هو جزء اسمه PBR احنا حنجي ان شاء الله. بس احنا كفكرة انه التايب باك من نجي نريد نعرفه نقول هو الجزء المكمل لل 7 inch liner to surface. بس مين حيمتد يعني مين حتكون بدايته؟ تكون بدايته من التوب مالت اللاينر. فطبعا هسه هذا هنا ذاكرين انه اكو سيلز ان شاء الله كلها حنجيها، بس هسه اهم شيء عرفنا انه شنو التايب باك. لما نحكي عن التايب باك نعرف شنو هو. هسه شنو الأسباب اللي تخليني أني أنزل التايب باك؟ ليش أني مثلاً ألجأ الحل التايب باك حتى أعالج هاي الانتجريتي الأشيو؟ ذني واحدة من الأسباب كلهن يسموهن يعني انتجريتي الأشيو. الانتجريتي هي السلامة، يعني أنا لما أبير أنه يتعرض إلى فرد مشكلة أقول خلاص يعني الانتجريتي مالته صارت مو تمام، لازم أعالجه بريميديال وورك. النقطة الأولى أنه يقول لك احتمال أني أريد أغطي فرد جزء كورودت صاير. وين كرودت؟ احتمال باللاينر بالتوب لاينر نفسه او بال 958، او انه صاير عندي دامج مرات يصير كراكس او انه يصير بارتد فور سم ريزن. فا اوكي بهيك حال شلون هذا الكراك او هذا الهولز شلون ممكن اعالجه؟ بانه استخدم التايب باك. النقطه الثانيه انه اذا لقيت يعني اسوي بريدكت انه للفيوتشر اشوف هذا ممكن اني انتج من عنده من التيوبنج سايد ومن الانيولوس سايد، يعني انه له فرق قيمه من الناحيه الانتاجيه. وانا اعرف انه هذا البير هو عمره كلش طويل، واذا استمر انه اسوي التايب باك احتمال عند لحظه او فتره من الفترات راح يصير عندي فرد مشكله.
فرد مشكلة إنه احتمال يصير channeling أو connection بين الكيسينج نفسيته. فهذا إنه الشيء خليني أسوي شتن للويل. من أسوي شتن للويل هذا حيأثر على total production rate مالت الفيلد، وبالتالي إنه شنو حل إنكم مالت يقل. فأني أوكي ما إنه أجازف، ويعني مثل ما تقول عود أقول خلي بعدين لحد ما تصير المشكلة يلا عالجها. فأني أبدأ أعالجها قبل لا أنها تصير، حتى إنه أني أظل على أنه يقين هذا راح البير يمشيني أطول فترة ممكنة بدون أي integrity issue. النقطة الثالثة اللي ممكن أنه أستخدم بها التايباغ، إذا بير أنا أريد أحوله هو كان إنتاجي وأريد أحوله الانجكشن، يسموها producer injection conversion wells. هذا عادة تطلب الانجكشن wells السيرفيس بريشر مالتها يكون عالي، يوصل 2000-3000، عكس أنه البروديوسر ويل يعني maximum ويل هيد بريشر أنا شايفه البروديوسر ويل هو يعني 500 مرة من المرات. أوكي واحد من الآبار وصل 1000 وهذه كان صارت صدفة. يعني طبعا أحكي على الأويل فيلد اللي هي يعني إنتاجية من قبل 40-50 سنة، لأن هسه أكو اللي عنده فرد فكرة أو مطلع، أكو إحنا عندنا بعد رقعة استكشافية وعندنا أكو حقول بعد يفيرجن، فممكن ويل هيد بريشر مالته يصير عالي. طبعا هنا هسه أوكي إحنا لما عرفنا هاي الأسباب اللي حتخليني أسوي ران للتايبا، زين شلون ممكن أني أسوي دايجنوستيك؟ يعني أنا شلون ممكن أعرف هذا البير بيه مشكلة عن طريق شنو؟ فهذه مجموعة من التولز أو الإكويبمنت اللي أني أستخدمها حتى أنه أعرف الأسباب، أو أنه أعرف هذا الويل يحتاج أنه ريميديال وورك. واحدة من عندها اللي هو يسموه ميكانيكال انتجريتي تيست. هذا شنو؟ هذا يسوون فحص دوري حسب كل كلاينت والبوليسي مالته، يعني جزء أكو كل 6 أشهر، كل 3 أشهر، كل سنة، بس عادة هي تكون 6 أشهر وأكثر. يسوون بريشر تيست للكيسينج، يعني يسدون الفالفات، ينزلون مثلا انفليتابل بلاج داخل الكيسينج اللي هي تصير فوق البرفوريشن، يسلط بريشر يشوفه يسوي هولد او لا. اذا سوى هولد فاوكي تمام انه هذا البير ما يحتاج، اذا لا صار بيدروب البريشر راح اوكي هنا يخلي واحدة من الاحتمالات انه حيستخدم التايبا. النقطة الثانية ممكن او انه الوسيلة الثانية استخدام اللوغات مثل الـ MFC و Cement Evaluation. then the tools انه تقدر تنطيك، طبعا اكو عندنا صور هسه ان شاء الله بالسلايد، بس then the tool يقدر انه ينطنك فرد فكرة شنو اللي صاير بالضبط، انه اكو metal loss، انه يعني يعني صاير corrosion، يعني متآكل هذا الكيسينج، اكو صاير فرد parted بين الكيسينج خاصة يصير مرات يم الـ connection part. فهذه وسيلة ثانية أنا استخدمها. الثالثة، الوسيلة الثالثة إنه ننزل هذا من يجي أكو ريج، أكو تول هي Retrievable Bridge Plug RBB، تنزل على Drill Pipe ونسوي أكو فرشي اسمه Leak Hunt، يعني فرد تول تنزل داخل البير ونجي نحصر Interval ونسوي Pressure Test، ومن يصير عندنا دروب معناها هي هاي المنطقة اللي بيها مشكلة ونشوفها نسويها إنه يا بها المنطقة نقدر نسوي أن نستخدمها إنه يعني ككوست من نجي نحسبها، يعني تستحق أنه نسوي تايباك لو أكو غير remedial work. لأن مثل ما ذكرت remedial work by tieback هذه وحدة من ال remedial work اللي عندنا متوفرة، أكو غيرها بعد. بحنا بس ما رد نتطرق على مود إنه الوقت، بس نذكر إنه التايباك، فعلى أساس نجي إنه نشوف تستحق ولا لا. هذه فرد صور من الفيلد سايد، وهذه كلها يعني صور حقيقية تبين لنا انه شلون قدرنا نعرف ونسوي دايجنوستيك انه هذا الكيسينج البرودكشن كيسينج اللاينر او 958 بي مشكلة. شوف هذه استخدمنا كان يوز تول، هذا طبعا يوز تول هي للسيمنت ايفالويشن، بس واحدة من البارامترز اللي تعطيناها انه الاي دي، فتشوفون هنا كله سمود وبعدين الـ القراءة كل بلشت تتجاوز انه اللي هو كان 5.9 الاي دي مالتي كيسينج، فعرفنا هنا عندنا مشكله. هذه اوكي اذا على اكثر انه بارتد لو كراكس لو صار هاي ميتال لوس. هذا اللوك الثاني اللي هو قلنا عليه الام اف سي هي كاليبرز، لما تشوفون الخطوط تكون هيج فمعناها انه هذا اكو هاي ميتال لوس، هاي يسموها انوميلي اريا. فهنا هم نبدا نشك انه احتمال هذه راح ورا فتره من الزمن اذا نتركها حتسوي لنا انه انتجريتي، يعني يصير كوميونيكيشن بينه وبين الكيسينج اللي بعده. هذه الذني تشارتات اللي نستخدمها تي ميكانيكال انتجريتي تيست، اكو تشارت يكون ديجيتال وهذا التشارت يسموه انالوج.
فإذا تشوفون أوكي إحنا نبلش ببريشر تيست وبعدين شوفوا أوكي البريشر تيست يبدي ينزل 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 يعني يصير بيدروب. فأوكي من هنا عرفنا إنه إذن هذا الكيسين لها مشكلة. فنبدي إنه نشتغل على بروسيجر اسمه ليك هانت حتى نحدد وين بالضبط إنه عندنا هذا الدروب يعني الفلويد اللي قاعد نصل الضغط وين قاعد يروح. يروح مثلا بالتوب مات اللاينر، يروح فوق البيرفوريشن، لو قاعد يروح بال 958. فذن يعني مجموعة الطرق انه ممكن على اساس نسوي دايجنوستيك ونقول يابا اوكي هذا يحتاج او انه يحتاج سايبر. هسه نريد نجي انه نشوف شنو الاسامبلي. العفو بس المايك اذا ممكن انه نسوي له ميوت. اللاينر تاي باك الاسامبلي مالته هذا اللي حتشوفوه هو تيبيكال اكو انه يصير موديفاي حسب الريكويرمنت مالت الكلاينت. بس التيبيكال وان اللي اخذناه للسهوله انه اول جزء طبعا هذا انا ذاكر هسه الاول شيء انتري جايد موديفاي واخر شيء اللي هو جوينت 7 انش. هذه مجموعه جوينتات مال كيسينج هذه انا ذاكرها صحيح من فوق بس هي من تنزل بالويل بور نسوي لها رننج ان هول حتكون هذا البوتوم يعني هذا البوتوم مالت التاي باك وهذا التوب حيكون مالته بالنهايه. فاول قطعه اللي هي انتري جايد موديفاي هذه تكون وين يعني اطوالها من 1 متر الى 3 وتكون وين نو جو بالضبط. هذه فرد صوره حقيقيه من الفيلد. هذا هو الواير لاين الانتري جايد مالت التاي باك فتشوفوها تكون على الشكل يسموها ميول شو وهذه هي النو جو. اوكي ليش هذا هو الجزء الأول من الستيم أسيمبلي مالت التاي باك. هذا القطعة طبعا ما أنه يكون بداخلها لا فلوت كولر لا فالف تكون قطعة سموث. هذا القطعة النوغو يكون الأودي مالتها أكبر. ليش أكبر؟ حسنا إن شاء الله أنه نجيها نوضحها ليش. فوق الانتري جايد مباشرة يجي شيء اسمه الفلوت كولر. لما تسمعون فلوت كولر فمعناها أنه شنو أكو داخل تشيك فالف اكو داخل تشيك فالف. طبعا تشيك فالف ممكن انه يكون نوعين يكون يا اما فلابر فالف او انه يكون يسموه سبرينج لودد سبرينج بول اللي هو هذا احنا هسه اللي قاعد نستخدمه اللي هو سبرينج لودد بول فالف. طبعا اكو سكيماتيك يوضحها هذا بالضبط هيك. هذا شنو الفكره من عنده وشنو غايته وشون يشتغل. هذا مثل ما قلنا انه حيكون فوق الواير لاين انتري جايد بالضبط البوزيشن هيك حيكون مالته ان ينزل بالبير يعني هذا التوب وهذا البوتوم. من نضخ فلويد واتفر شنو اللي كان سمنت او سواء كان براين او انه سواء كان درلنج مات الفلويد هذا حيسلط فورس عليه من على هذه البول. هذه البول دورها انه تنقل الفورس على السبرينج فيفتح فانه الفلويد اي فلويد حضخه يوصل مثلا وين انه انت تريد داون الرننج تول داون اللاينر فانه الفلويد راح ممكن انه يدخل ويرجع انه يوصل للمكان اللي انت تريده. بس اشرح هذا باعتباره هو تشيك فالف ما راح يسمح انه يجيك فلويد اي فلويد يجي منه من جوا لفوق ما راح يخليه. ليش؟ لان هذه البول تشوفوها محصوره ضمن بروفايل. هذا البروفايل هو يكون الاي دي مالته اصغر من الاو دي مال هذه البول فأي فلويد حيرجع مننا أنا أوكي حتقفل عليه بول ما تخليه. إحنا هنا أنا غايتنا شنو إنه ننزله حتى من نسوي عملية السمنت أوبريشن في حالة إنه ضخينا السمنت وباي إنه فورس يعني whatever شنو الريزن اللي صار رجع علينا السمنت يعني صار فيلر بالجوب ورجع علينا فما نريد إنه يرجع داخل السبن إنج أو التاي باك سبن إنج فنريد إنه يبقى برا. فهذه هيك وظيفتها حتشتغل. هذا هو بالضبط الفكرة أو أنه الغاية من أنه نخلي float color فوق الانتري جايد. طبعا بعدها حنخلي هذا perforated joint. أوكي شنو الغاية من هذا أنه يكون عندنا perforated joint؟ مثل ما قلنا أنه هذه tool كلها حتكون أنه هو عبارة عن جوينتات مرتبطة. فإحنا من نريد نضخ سمنت شلون السمنت حيطلع مين يطلع اذا هذا كله بايب هو سوليد. فسوينا فرد جوينت او هم مسوين فرد بالديزاين جوينت يكون بيرفوريتد من خلال ذن الهولز يطلع السمنت وبعدين يصعد السمنت اب تو سيرفيس يعني انه حيسمت لنا الكيسينج او الانفلوس اللي حيصير بين 7 انش تاي باك وحيكون بين 958.
فهي هاي الغايه من انه احنا يصير عندنا perforated pop joints. بعدها نستخدم هنا اكو هاي طبعا precautionary measurements، مو كلهم انه يستخدموها، يخلون dual float color يعني فوق ال perforated joints حيضيفون هذا float color وهذا float color. دول شنو الغايه من عندهم؟ دول بالضبط نفس الفاكشن، نفس الفاكشن مال ذاك float color، بس صارت العمليه انه بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ يمكن انا هنا أنا ما انه وضحت هالشيء. احنا مثل ما قلنا انه هذا الفلوت كلر ينزل بهالاتجاه، حتى الفلويد من انه ننضخ، من ننضخ العفو الفلويد يصير داون هذه البول، وبعدين اوكي يوصل لوين احنا نريد نوصل، سواء للتوب مالت اللاينر او واتيفر. اللي يصير جوه او فوق الواير لاين انتري جايد حيكون ابسايد داون، ابسايد داون، حتى انه يمنعنا انه السمنت يروح لل7 انج لاينر. عفوا بس خلي ارجع اوكي حتى اوضح لكم اياها اكثر. اوكي ان شاء الله اكو سلايد السكيماتيك واضح راح نشرح بيه بالتفصيل انه هذه تول، حتى لا انه يصير فرد اختلاط عليكم، لان هذا كلش مهمه. بس انه نعرف فوق البيرفوريتد جوينتس حيكون عندنا تو فلوت كلرز، ذن حيكون اتجاه اللي هو النورمال، يعني انه ضخ فلويد من فوق اوكي حيمر الفلويد بكل سلاسه. وين يصطد؟ يصطد بهذا اول فلوت كلر اللي احنا مخليه هنا. هذا الفلوت كلر حيكون ابسايد داون، حتى الفلويد من نضخه يعبر ذني الفلوت كلرز الثانيين، يطلع عن طريق البيرفوريتد جوينتس ويصطد هنا، يعني حيكون البيز مالته هو هذا الفلوت كلر. فهاي الغايه انهم ليش احنا عندنا اثنين فلوت كلر وعندنا واحد فلوت كلر مخليه ابسايد داون. بعدها انه حيجينا اوكي الاسامبلي اللي هو نورمال جوينت، انه تكون بايبات مايل كيسينج مربوطة عليها سنتراليزرات، هذا اللي هنا حيمتدن للسيرفيس. فاحنا كل الاسامبلي، هذا الاسامبلي يجينا هو اوريدي ميك اب بالوركشوب مال السيرفيس كومباني، احنا قبل ناخذه مثل ما هو، لان اصلا مربوط بالاوبتيموم تورك وكله مسوي له فاكشن تيست، هذا حينزل هو بالداخل بير. فهذا اللي نقصد به انه تاي باك ستيم اسامبلي. فمثل ما قلنا ذكرنا انه اول قطعه حتكون واير لاين اللي انتري جايد موديفايد، هذا النوغو موجوده، هذا الفلوت كلر، هذا الفلوت كلر اللي موجود هنا هو حيكون ابسايد داون، يعني شغله بالعكس. فوق يجي البيرفوريتد جوينتس، البيرفوريتد جوينتس هو اللي حيطلع عن طريق السمنت ويسمت لي هذا كل الكيسينج اب تو سيرفيس. بعدها عندي حيكون اكو اثنين عندي float colors، لان حتى يسمحن انه الفلويد يمر عن طريق من خلالهم، يطلع السمنت من perforated joint ويصطد بهذا float color. هذا float color قلنا لين صاير شغله upside down. فبالضبط هذا، فبالضبط هو هذا الـ كل بساطة الـ stem assembly. هذا عليه قلنا هو الستاندر، كل client ممكن انه يسوي له modify حسب ما هو يشوف، والسيرفيس كومباني شنو انت تريد تقدر هي تنفذ. هنا طبعا اكو فرق الشغلات احنا لازم نسويها preparation و checks قبل ما انه run هذا الستم assembly مالت التايب اب. اول نقطة انه install the casing clamp، هذه وين حيكون الشغل هاي؟ حيكون على الويل هيد، ما راح يكون جوه داون هول. اكو السلايد اللي بعدها حنوضحها واشرحها بالتفصيل، بس انه انتوا عرفوا هذا الكيسنج كلاب انه حتكون على الويل هيد، حتربط على الويل هيد. النقطة الثانية احنا تعرفون اوكي بس ثواني بس امسح ذني. اوكي الكل يعرف انه من راح اسوي عملية تسميت، انا احتاج انه السمنت لازم يرجع لي للسيرفيس. فعادة ما استخدم فالفات جديدة بالويل هيد، ابدلها بمستعملة. النقطة الثانية لازم النقطة الثالثة لازم اسوي ريفيو للدرون 10 مايلز. تعرفون اكو عندنا عملية بال اللي بس اسوي الشير سكرين، ما اعرف هي من موجودة من الاخوة موجودة. اوكي ثواني ماكو يمك اي صورة استاذ؟ انا يمي ماكو. اوكي شنو المشكلة؟ ماكو استاذ صورة. سوي شير سكرين يمك. اوكي
اوكي العفو لازم اطلع، هاي رجعت نفس المشكله براء صارت، لازم اطلع وارجع للميتنج ثواني. يلا ماكو ثواني ان شاء الله. اخوان رجاء بس يعني الصبوره وهالامور اللي يعني لسوا لها تجارب بالمحاضره تطلع تعرف تربك المحاضره هالامور، لذلك صار عندنا هذا هاي المشكله ان شاء الله بسيطه. اوكي افتح المايك مالت الضياء واستمر. تمام اوكي ماشي. وين اخر شيء صار انقطاع مرة؟ والله مو يم مكاني صراحه. العفو اوكي ماشي، انا راح ارجع من النقطه الثانيه انه انا يعني بالمناسبه دا اشتغل بالكهرباء وده ادير أوكي. وياك بنفس الوقت. تمام ماشي البيت. انا ماشي ممنون. تمام متفضل. راح ابلش من هذه النقطه الثانيه. قلنا انه الكيسينج فالف مال ويل هيد لازم نبدلهم باعتبار احنا لازم يجينا الروتيري مال السمنت تو سيرفيس، فاذا عندنا فالفات جديده ما لازم انه نسوي لها كونتامينيتد فنبدلهم باولد. الدروب لاين لازم انه نشوف ايش كم تون مايلز، لان اللي مشتغلين او اللي عندهم فرد فكره بالاويل فيلد انه بين فتره وفتره لازم نسوي شيء اسمه سليب اند كات، مرات بس سليب، فهذا يتحدد على اساس التون مايلز، انه كل تون مايلز معين. طبعا كل رج هذا يعتمد على حسب كاباسيتي مالته الماكسيمم هوك لود، فمعادله يحسبوها فيعرفون مثلا عندي ال 100 الف لازم يسوون سليب اند كات، عندي ال 200 الف وهكذا. فاذا انا ما سويت سليب اند كات ممكن انه يصير فيلر اثناء الرننج ان هولد وكل السترنج يصيح، يعني العفو انه الخسره يصير داون هولد، فلازم نسوي فيشنج اوبريشن، فهي كلش مهم. النقطة الرابعة انه التالي والدريفت وعدد الجوينتات. شنو نقصد بالتالي؟ التالي انه الجوينتات تجينا من البايب يارد من الستورج اريا، فلازم نقيسها مانيوالي، يعني نجيب فيتا ونشوف طول كل جوينت. يمكن اكو ناس انه يعرفون او اكو اشخاص اللي مستخدمين مرات يجي هو اصلا مكتوب عليه، احنا لازم ما نعتمد على هاي الكتابة، لازم نتأكد ونقيس بايدينا، لان تعرفون هذه بعدين حتكون مؤثرة على الستايل على الستيم اسيمبلي مال التايب ار، وان شاء الله هم اكو فرد سلايد راح اوضحها بالتفصيل. بالنسبه للدريفت نقصد بالدريفت انه نستخدم فرد بيس تكون يا اما من كربون ستيل او الومنيوم حتى نشيك الاي دي مال الكيسينج، يعني البايب من يجينا مرات اكو باد ستورج او بور ستورج اريا ممكن انه تسوي لنا كولابس، او ممكن انه يكون بداخل البايب فرشي يسوي بلاج يعني يسده. فنستخدم طبعا عندي صور للدريفت بالسلايدات الجاي راح توضح انه اوكي شنو البيس اللي نستخدمه حتى نتاكد انه الاي دي مالت البايب سموث ماكو بي اي مشكله. هنا طبعا الدريفت مطلوب لكل شيء لكل الاسامبلي مو بس الكيسينج جوينت اللي شفنا عليها السنترلايزر. هنا طبعا من نسوي التالي اكو شيء مرات انه قل ما ندر يصير خطا، بس الهيومن ايرور ممكن انه يصير من يربطون جوينت بجوينت ما يطرحون الميك اب لوس. الميك اب لوس اللي هو الثريدات، لان دول من يقيسوا على الناد الوركرز من يقيسوا يقيسون الثريد، بس احنا عاده من نسوي ميك اب جوينت وي جوينت هذا الثريد حيضيع حيخسر، لان يعني سن الداخل ويسن، فهذه لازم نطرحها، هذه تعتبر انه يعتبروها ميك اب لوس، يعني فشي احنا هذا ما لازم ناخذه بالتالي، ما انه لازم نقيسه ونعتبر نقول التوتال هالقد مالتنا، لأن يعني ينطي زيادة عادة يسبب زيادة. طبعا هنا انه البايب تالي لازم يكون جاهز، يعني ورا ما قسنا كل البايبات عندنا احنا القياس مالت الاسامبلي لازم نعرف انه اوكي ايش قد نحتاج، لازم نسوي سبيس اوت. السبيس اوت هي المسافة اللي لازم احنا نخليها بين الريك فلور لحد يعني لحد الطول الطبيعي مالت الانسان، يعني ايش قد متر او متر ونص تكون جوا المترتين حتى اني اقدر اسوي عليها ميك اب مثل السمنت هيل، يعني مثل ما قلنا عندنا سمنت اوبريشن اكو ماس خاصه بيها لازم اني اربطها، وين حيكون الربط؟ يكون على التوب جوينت اخر جوينت نزل، فانا هذا ذا جوينت ما مسوي سبيس اوت وكله حيصير جوا الرج فلور، شلون ممكن اشد هذه التولز؟ شلون ممكن اشد هذه الاكوبمنتس؟ فلازم احنا نكون كلش حذرين بالبايب تالي نعرف انه اخر جوينت حينزل تبقى من
متر تقريبا انهم 1.5 متر الى 1.5 متر هذه فوق الريج فلور حتى انه يشد عليها الاكوبمنت. هذه بالنسبه للسنتراليزرز. طبعا اكو كلش انواع من السنتراليزرز، اكو يسموها السكرو درايف سنتراليزرز، اكو البوس سنتراليزرز، اكو يسموه توربو سنتراليزرز. هذا اللي شفناه بالصوره اللي فاتت هو يسموه سكرو درايف سنتراليزرز. طبعا اللي ما عنده فرد فكره هذا مهم حتى انه شغلتين، اولا يخلي لي البايبس مالتي كيسينج تكون بالسنتر مالتي الويل بور، والشغله الثانيه انه اللي انكريز من البيرفورمانس مالتي الفلو اوف سيمنت السيمنت سالري، بحيث انه يكون تيربلنت على الشكل الفلو باترن يكون تيربلنت، وبالتالي ما راح انه يصير عندي شانلز، يعني ما راح يخلي عندي فرد شانلز. السيمنت بعدين من الصلب يكون كقطع عادة، إنه إذا كان لامينار ممكن إنه تكون جهة بها سمنت من الكيسينج وجهة لا. طبعاً بالنسبة إنه إيش كم سنتراليزر نخلي إيش قد عدد، هذا هماتين يرجع حسب إنه الكلاينت إيش قد يخلي. عادة هاي يسوها rule of thumb إنه كل جوينتين الثالث يخلون سنتراليزر. هذا ممكن إنه يقول لك تشيك السمنت هيد إكوبمنت اللي حتستخدمها تمام، ماكو بها أي مشكلة، الفالفات كلها شغالة. هذه pop joints مثل ما قلنا نحتاجها على مود السبيس اوت، لازم نتاكد انه عندنا هذه pop joints. هنا عندنا اكو لازم التي ار اس equipment، بما انه هذا التاي باك اسامبلي هو حتى ال 7 انش كيسينج حينزل ويبقى على طول عمر البير، ايش قد باقي سنه 10 سنوات 100 سنه، فما انه نستخدم التول ماتريك كباور تونج وك سليبس وك الفيتر. السبب انه مثل باور تونج مالتريك ما توفر لك شارتات، انت من تريد تسوي ميك اب الجوينت تريد تعرف ايش قد قيمه الميك اب اللي سويت له ابلاي. عاده ذني انه الميك اب تورك مالتين اكو قيمه لها اوبتيمم، فلازم اني اكو عندي ديفايس يوفر لي ويقول لي يابا انت هسه ربطت بالاوبتيمم تورك، فهذه التي ار اس توفرها الرج ما يوفرها، فهالسبب انه نستخدم التي ار اس. طبعا التي ار اس هي ابريفيشن ل التوبولار رانينج سيرفيس. طبعا هنا أنا اوكي الويل كنترول كروس اوفرز، يعني انا لازم اكيد من ابلش رانج ان هول لازم تكون عندي اكون متهيئ لاي ويل كنترول ايشو، يعني اتوقع انه احتمال البير يصير بي فلو، فاني اذا صار البير بي فلو اكيد لازم عندي كروس اوفرات اقدر اربط عليها السيفتي او فول اوبن سيفتي فالف، حتى اقدر انه اجيب الهوز اذا احتاج عمليه قتل اسوي انه اقتل البير. هذه طبعا حكينا شوف الفلود فالف قلنا انه لازم تكون تمام وشغاله. هذه شلون نفحصها؟ انه عاده نجيب احنا هونز ونضخ بيها بالتوبول ثريد، نضخ عاده يكون براين فريش ووتر، ونشوف انه قاعد ينزل فلود يطلع من الجهه الثانيه لو لا. في حاله انه ما يطلع فاكيد ما انه لازم نستخدمه، نبدله، عاده يكون باك اب اكو موجود. هنا نتاكد التوب بلاك والبوتوم بلاك موجودات وأوكي هن شغالات على السمنت. دني خاصات بالسمنت أوبريشن، بس كفكرة إنه يعني ما كده أن توسع عليها، بس إنه هذين هن خاصات بالسمنت اللي هي يسموهن البوتوم الوايبر بلاك والبوتوم التوب والبوتوم ماي. هاي طبعا شوفوا إنه قلنا السمنت هي لازم إنه يكون عندنا موجود وكل الكروس أوفر موجودة حتى نقدر إنه نربط السمنت هي والكيسينج بايب. الوولنبل هذه حتكون جو الريج فلور، طبعا هذه عادة يكون الاي دي مالتها انه صغير بالسايز، فلازم تعيقنا ما راح نقدر انه او تسبب لنا مشاكل ما راح نقدر انه نشتغل واحنا نقدر نسوي سنتراليزنج للبايب مالتي كيسي، فعادة انه نشيلها. هنا طبعا اكيد لازم انه نسوي ريج اب لكل اللاينز اللي نحتاجها اللي حنضخ عن طريقها، سواء كان السمنت الدرونج مود البراين، ونتأكد انه اوكي الفلو ان والفلو اوت اللاينات مالتهم كلهن تمام ما بهن اي مشكله وبريشر تيست. هذه طبعا اهم نقطه انه لازم تتاكد الريك هو سنتر اوفر ذا ويل بور، يعني انه الماست لا هي مايله كلش باتجاه الكات وول، بحيث انه انت من تسوي رانج ان هول للكيسينج حيكون كله مايل على جهه الكات وول، ولا هو دافع نفسه من جهه الدرو ووركس، بحيث انه حيكون يعني باتجاه اليسار، بحيث نسوي سمنت اوبريشن راح السمنت يروح للجهة اللي هي تكون بها انوس سبيس اكثر. فهذه لازم انه نتاكد من، وهي طبعا من ننزل فدش كم جوينت ثلاثة او اربعة حنشوف انه اوكي هو صاير سنتراليز انه بالوسط وال
له ونحل هالمشكله هذه من البدايه. يعني ما راح ننتظر لحد ما انه نوصل للبوتومات البير. هاي طبعا اخر نقاط انه مرات يجينا اسامبلي انه يكونون اكو نافين السيلز مالته ببلاستيك، فاكيد احنا هذا مخليهم بس يحافظون على السيل، فمجرد ما انه نوصل لازم نوخرهم. الكيسينج هانجر، الكيسينج هانجر من اسمه هانجر يعني اللي الهانجر اللي يعلق، فهذا الكيسينج احنا من ننزله ونكمل بيش انه يلزم، يعني شنو ما انه يبقى دائما بالاليفيتر، اكيد لازم اكو فد شيء نستخدمه حتى انه نثبت به هذا الكيسينج ويبقى داخل الويل هيد. فهذا الكيسينج هانجر هي قطعه حتكون داخل الويل هيد وتلزم الكيسينج، والكيسينج بنفسه انه راح يتشلب بيها ويبقى يعني فد بيرمننت بيس انه موجوده داخل الويل هيد. فهذه عندنا صور اعتقد ان شاء الله انه نشوف لكم اياها. اكو بها مجموعه شغلات لازم نتاكد منها، انه الرابر مالتها لازم يكون ان جود كونديشن، اذا مو جود فراح يصير كوميونيكيشن بين الويل هيد وراح يصير انتجريتي ايشو. هاي هم راح طالع عندنا سالفه ثانيه، ولازم انه تعال هم سوي ريميديال ورك. هذه طبعا اول سيكوز انه لان هذا ينفتح حتى انه ندخله هو تجي قطعه مشدوده، فلازم انه نفتحها ندخلها على الكيسينج ان شاء الله حنشوفها. فلازم نتاكد انه السكرو كلها ان بلايس وانه بجود كونديشن. البور والثريدز اللي هو يعني اللي الدايسات اللي حيكونن بداخل الكيسينج هانجر انه ما صار بيهن دمج. هاي عاده وين تصير؟ لما بالستورج اريا، اذا ما كان انه الستورج اريا او بور ستورج اريا ممكن يصير دمج وبالتالي يسوي لنا دمج على الكيسينج نفسه. فذين يكون ان شاء الله احنا لازم نتاكد من عدهن قبل ما انه نبلش برانج التاي باكس تيم اسامبلي. ما انه يعني حتى في لو حاله اكو عندنا مشكله اوكي ننتظر لحد ما انه نعالجه. هذا هو الكيسينج كلامب. هذا يمكن نستخدمه ليش؟ مثل ما قلنا اذا عندنا تاي باك على اكثر انه بالليجاسي او الهيريتج ويل اللي هي القديمه راح نضطر نستخدم الكيسينج كلامب. شنو شغلته؟ شغلته انه تشوفوه مستند على البيز مال السيلر. 10 دقائق على 40 دقيقه الثانيه، يعني نقدر تمام. نكمل تمام. وراها عندنا بس تبقى الانقطاع اللاخ يعني الأربعين دقيقة اللي وراها هي النهائية. تمام إن شاء الله. يعني هاي أهم ملاحظة للأخوان اللي حاضرين، يعني إحنا نعتذر منكم بس هي الإجراءات هي شيء أهم لازم بعد 11 دقائق طبون وطلعون إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا سالبا. تمام هذا أوكي حي يثبت وين على السيلر على البيز مالت السيلر. هذا يكون شلنا كل الويل هيد كومبوننتس اللي هي ابتداء من الكيسينج هيد هاوسينج وانتصاع. كيسينج هيد هاوسينج والكيسينج هيد سبول والتيوبينج هيد سبول. فإذا شخص يسأل يقول أوكي زين هسه شنو الغاية من عنده؟ صارت مجموعة آبار إنه ما استخدمنا الكيسينج كلاب ورا ما كملنا التاي باك وخلصنا، بلشنا مثلاً إنه إنجكتر ويل نضخ بيه فرد فلويد، الويل هيد نزل وصارت بمشاكل بحيث إنه يعني حتى أكو واحد من الويلز انه صار بينت للاجزاء من السيرفيس الثاني اللي رابطيها حتى يضخون عن طريق فلويد، فانه صاروا مجبرين انه يستخدمون الكيسينج لاب حتى يتخلصون من هذه المشكله. وهذه اكو صوره ثانيه طبعا اكو جزء من عنده كان نحتاج ولدنج فلازم يسوون جراوندنج حتى ما يصير اي سباركس. اوكي هذا اللي حكينا انه الدريفت وقلنا اوكي احتمال يكون الومنيوم كاربون ستيل. هذه مثل ما انه تشوفوها يستخدم هذه القطعة. طبعاً هسه هو هنا أنا خلص من هذا الجوينت سواله درفت، يعني دخله من جهة البوكس طلع من جهة البين أوكي، بعدين يرجع يدخله هنا أنا هذا الدرفت ويطلع من الجهة الثانية. شنو حتى يتأكد إنه الاي دي مات البايب سموث وماكو بي أي مشكلة. هاي عملية التالي اللي حيسوها يجي فيته إنه يقيس كل جوينت، ويجي الشخص اللي موجود بالموقع توبشر أو الإنجينير يثبت جوينت. ما راح نعتمد على المكتوب هنا، اكو مرات على الكابلنج او على البودي مكتوب، هذا ما راح نعتمد عليه. فهاي الشغلات انه حتى اي شخص اذا موجود بالموقع انه لازم يتاكد ان الشغلات بالاخص انه مال التالي. بالنسبه للتي ار اس هذه هي الايكويبمنت فور رانينج التاي باك. هذه طبعا يجي كيت كامل يعني مجموعه تولز سوا. هذا هو يسموها الجام يونت، هذه هي اللي تنطيني هذا الشارت اللي انتم تشوفون. هذا مثل ما قلنا اكو بيه قراءة للأوبتيموم تورك اللي انا اريده، واذا ما اعرف تلاحظون لا اكو هذا الخط الاخضر. هذا اوكي لازم الشارت او الجراف من اسوي ميك اب، يعني من استخدم هذه الباور تونك حتى اشد بها الجوينت لازم
للماكسيموم تورك، ولا انه تكون القيمه جوا المينيموم تورك. المينيموم تورك لازم تكون ضمن الاوبتيموم. ليش؟ لان هو هاي القيمه اللي المانيفاكتشرد عليها البايب راح يسوي لك سيل، يعني من انه البير يكون ان بروديوسر او انجكتر ما راح يكون اكو اي ليك من الثريدز، يعني بين جوينت وجوينت ما راح يطلع فلويد. فانه لازم انت تحاول، او يعني حتى تكون مجبر مرات نعيد مرتين او ثلاثه انه نحقق هاي القيمه انه يكون عند الاوبتيموم تورك. طبعا هاي بشكل مبسط هذا الستبس اللي نستخدمه، هذا الاليفيتر اللي هو يلزم لنا الكيسينج ونبلش راينجن هو، هذا الجام يونت اللي هي ابريفيشنز للجوينت اوتوميك ابو اكو يسموها جوينت اناليسيس ماشين. هذا طبعا الانجن اللي هي تشغل لنا هذا الباور تو، الباور تونج اللي هي تكون شغله هيدروليك، يعني عن طريق الهيدروليك انه تسوي لك ميك اب وبريك اب. اوكي هذا هسه التكنيكال سلايد، هذا اللي هو حيشرح لنا انه شلون اني اسوي ستاب ان، شلون اني الاسامبلي مالتي تايب اب حيدخل داخل اللاينر هانجر وحيكون قطعه واحده متصله للسيرفيس. هذا السلايد جزء نظري انا راح اشرحه ان شاء الله، يعني قدر الامكان احاول اوصل فكره، بس اكو بعد سلايدين بعدهم راح يكون درونز وسكيتشز انه يوضح بالتفصيل هذا الشرح النظري. فالنقطه الاولى انا لازم اوكي السرعه مالتي مال كل جوينت تكون محسوبه، عاده انه لازم ما نتجاوز الانزال الجوينت الواحد من دقيقتين الى ثلاثه حتى نتأكد إذا عندنا سيلز ما نسوي لهم دمج. وشي ثاني أخاف أكو دراك فورس وإحنا نازلين ما راح أنه نسلط ويت، لأن إذا تنزل بسرعة عالية وصادفك أي أبستراكشن فراح ممكن أنه أنت تسوي دمج المن للإنتري جايد اللي هي أول قطعة نزلناها، وهذه القطعة لازم أنه نحافظ عليها لأن هي راح يكون الجزء اللي متصل ويت ويت ناينر وبعدين للسيرفيس، هذه لازم أنه نحافظ عليها. النقطة الثانية أنه راح انه ننزل الاسامبلي نربط الجوينتات لحد ما انه نوصل للعمق اللي احنا نعرف عنده توب اوف لاينر. قبل لا نوصل بجوينتين لازم انه نسوي ريكورد للويت اب داون، يعني نفترض احنا عندنا السترينج ويت 50 احنا قاعد ننزل للتوب مال لاينر، اوكي بعد جوينتين وحنوصل نوقف مثلا نصعد اب حيكون 51 ننزل داون احتمال 49 50 فسجهن. ليش انه نسجهن؟ نسجهن لان على مود هذه النقطة انا راح ابلش انزل بكلش اقل سرعة ممكنة حتى انه اخلي الاسمبلي مالتي تايب اب يكون داخل البي بي ار. فالانديكيشن مالتي انه انا صار عندي انجيج او صار عندي ستاب ان هو الويت، الويت بس هو الويت انديكيتر الوحيد اللي راح اعرف اني التايب اب ستيم او الانتري جايد دخلت. طبعا واللي الستاك اوف حيصير عن طريق النوغو، النوغو هذه القطعه اللي قلنا عليها الاودي مالتها يكون اكبر من الانتري جايد، هذه حتكون فوق حتقعد على التوب مالت البي بي ار. فهنا اوكي راح يبدا الوزن عندي يقل، كل ما اريد احاول انزل راح اشوف انه الوزن يقل مثلا من 49 الى 45. عاده احنا ما نخلي اكثر من 5 طن ستاك اوف، بعدها احنا نوقف عرفنا انه صار انجيج، صار التاي باك ستيم صار انجيج داخل اللاينر هانجر. فهنا اوكي بما انه عرفنا راح ننتقل للخطوه اللي بعدها اللي هي انه نسوي انستول للكيسينج هانجر. هذه القطعه اللي قلنا عليها راح تكون داخل الويل هيد وهي اللي حتكمش لنا الكيسينج، لان احنا بعد يومين او احنا مجرد ما نخلص التاي باك حنسوي اوف للريج، يعني حنسوي موف من عنده، فمنو اللي يظل لازم الكيسينج. فالقطعة هذه الكيسينج هانجر هي اللي حتلزم لنا كيسينج وحتكون ست داخل الويل هيد اللي هي بالضبط حتكون داخل الكيسينج هيد سبون. ورا ما انه كملنا الكيسينج هانجر للانستليشن مالتي راح دورت نبلش بعملية التسميد. طبعا هذه ما راح تشوفوها انه كل عند كل يعني فرد بروسيجر ثابت، اكو فرد كلاينتس انا شفتهم يسوون السمنت قبل عمليه الكيسينج هانجر، واكو لا يعني شركات تسوي انه الكيسينج هانجر بعدين يلا السمنت للتايب اب. اوكي حتى نلخص الحكي النظري احنا شنو قلنا؟ قلنا الويل كونفيجريشن اللي حنشتغل عليه هو هذا. هذا انا عندي شنو 7 انش لاينر برودكشن في 958 برودكشن
تشوفون انه هذا اللاينر هانجر هذا هو وانت نازل. انا اريد شنو؟ اريد اكمل للسيرفيس 7 انش يعني بالضبط. انا اريد هذا يكون المحصله النهائيه مالتي، هذا عندي الويل كونفيجريشن 7 انش تو سيرفيس. فهذا شلون حيصير؟ اوكي بالضبط هذا اللي حيصير، انه اني اسوي ستاب ان للتاي باغ داخل هذه القطعه. دقيقه واحده استاذ، دقيقه واحده على القطعة. تمام تمام. ال 7 انش لاينر من ينزل بالبير ينزل عباره عن اسامبلي وكيسينج جوينتس. الاسامبلي يتكون من اللاينر هانجر اللي هو يعلق الكيسينج داخل 958، والباكر اللي هو يعزلي، والبي بي ار حتى نرجع للصوره وتصير واضح. هذا الجزء من كبرناها سكيماتيك يتكون منين؟ يتكون من البي بي ار اللي هي يسموها بولشت بور ريسبتكل، وبعدها يتكون من باكر، وبعدها يتكون من الهانجر. الهانجر اللي هو علق لكل ذن الجوينتات اللي تشوفوهن بال958. هذا البي بي ار طبعا الاسامبلي هذا مات اللاينر هانجر اكو تو جنرال تايبس ستاندر. تايب يسموه الباكر، يسموه باكر لاينر، واكو النوع الثاني يسموه هو سيتنج سليف. اوكي ف اوكي مثل ما قلنا انه الاسامبلي مات اللاينر اللي هو اريد نسوي داخل ستاب ان للتايباغ للاسامبلي مالتنا هو يتكون من البي بي ار بولشت بور ريسبتكل والباكر ولاينر هانجر. اكو تايب ثاني ماكو بي باكر، اكو سيتنج سليف. طبعا بغض النظر شنو الانواع اللي عندنا، اكو فشي هو كومن بيناتهم وهذا متفق عليه لازم يكون موجود اللي هو البي بي ار، هذه البولشت بور ريسبتكل. هذه عباره عن قطعه تكون بالضبط كانما بايب مصقول من الداخل، يعني لا كوبي بروفايل لا كوبي فرد ثريد بالتوب مالته. هي الغاية من عندها انه accommodates التاي باك ستيم الاسامبلي مالته، يعني هي انه تكون هي مهيئة او انه مصممة للمستقبل، اخاف يحتاجوها انه يجي بداخلها التاي باك اسامبلي. بالضبط حتى اوضح لكم اياه هو هذا. هاي الصور اللي بيناها انه هذا الانتري جايد، وهذه الحلقة اللي يسموها النوغو هاي اللي حكينا عليها. هذا الانتري كايد، هذا الانتري جايد العفو، هو اللي حيكون نسوي له ستاب ان داخل البي بي ار، حيرتبط هنا داخل هذا البي بي ار. والانديكيشن اللي احنا نعرف هذا كل هالقطعه صارت داخل البي بي ار هي هذه القطعه النوغو. النوغو حيكون الاودي مالتها تقريبا انه مو اقل من 7 من 8.2 او 8.3. هذا تقريبا الاي دي مالته حيوصل 8 انش. فالنوغو من راح يسوي رينج ان هول هذه الحلقه حت يسوي تاج هنا. تاج يعني شنو؟ يعني انه تقفل بعد ما راح تنزل. فاحنا شلون على السيرفيس نعرف؟ يبدي انه قلنا حنسوي ريكورد اب داون للويت. فمثلا احنا افترضنا 50 طن، فمن نبلش رينج ان هول وهذه القطعه النوغو توصل للتوب مالت البي بي ار، شو يبدي؟ يبدي انه بعد ما نقدر ننزل، فيبدي الوزن انه كله حيصير سلاك اوف هنا. كل الوزن اللي حنسلطه ما راح يدفع لنا السترنج الجواب، لا حيصير كله يسلط على هذا على الاطراف مالته، فيبدي الوزن يقل مثلا من 50 الى 48 الى 45. فهنا عرفنا خلاص احنا عندنا الليميت مالتنا، اذا نزلنا اقل من 5 طن فنقول اوكي تمام واحنا وصلنا للتوب مالت البي بي ار. فاوكي هنا احنا نوقف تقريبا نسوي بيك اب 0.5 متر، نسوي half turn نتأكد انه كل شيء تمام، نرجع نسوي تاج مرة ثانية، وبعدها خلاص انه ننتقل لخطوة انه نسيت الكيسينج هانجر، وبعدها انه يصير بالضبط هذا الويل كونفيجريشن يتحول هيك الوضعية هذا. يعني صارت هذه القطعة مالت الانتري جايد داخل البي بي ار اللي هي هذه القطعة اللي احنا حنقدر ان كان نوضحها داخل البي بي ار. اوكي وباقي الكيسينج هذا هو مسوي له هانج الويل هيد اللي هي الكيسينج هيد هاوسينج هيد سبول عفوا. وبعدها نبلش بعد عمليه الكيسينج هانجر راح نسوي سمنت، فتشوفوا انه حيطلع لنا الويل كونفيجريشن يصير 7 انش تو سيرفيس. والسمنت بعد طبعا اكيد نترك فرد ويت اون سمنت فتره معينه، فيتكون عندنا الويل كونفيجريشن بهالصوره هذه. هاي طبعا انه وحده من الريميديال وورك اللي نستخدمها حتى انه نعالج مشكله. قلنا اذا عندنا فرد كراكس، اذا عندنا فرد هولز بال958 او انه بالتوب مالت اللاينر،
فنعالجه انه نستخدم التايبر حتى انه نقدر هذا البير اذا هو كان انتاجي يكون عمره اطول، واذا كان انه البير اون انجكتر نقدر نستخدمه لحد ما انه اوكي ويل يعني نقول له خلاص يعني يخلص عمره. فهذا كان يعني قدر الامكان انه نحاول مثل ما ذكرنا انه نبسط عمليه التايباغ اسامبلي شلون انه ممكن نسوي الستاب من داخل البي بي ار. واخذنا فرد مثال انه على 7 انش وصار عندنا ويل كونفيجريشن من 7 انش لاينر برودكشن الى 958 برودكشن كيسينج، صار كله تحول الى 7 انش تو سيرفيس برودكشن كيسينج. طبعا انا اتمنى ان شاء الله انه حاولت قدر الامكان انه نوصلها، ما انه قلنا يعني ما اخذنا ريل كيس حتى لا انه يعني يصير البرزنتيشن كلش ادفانس وما حد يستفاد من عنده. فان شاء الله تقريبا انا كملت البرزنتيشن، فاذا اكو اي سؤال يعني ان شاء الله اكون حاضر انه اقدر اجاوب عليهم. فاللي عنده سؤال ممكن يستخدم المايك او الشات فانا راح اكون اشوف. اخبره اذا عندك شيء. اشتيدك حبيب ضياء، اشتيدك استاذ، يعني ما قصرت ومحاضرة رائعة. إذا الأخوان اللي عنده سؤال خلي يتفضل مثل ما قال استاذ ضياء، يحب يقدم سؤاله بالشات، يحب يقدمه يفتح مايك ويحكي، يعني الوقت لكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال استاذ؟ شكرا جزيلا على المحاضره. شكرا لله جدا، الله يحفظ الجميع، الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك استاذ. انا سؤالي يتعلق انه يعني هل يعتبر هذا يعني مستيك بال يعني عندنا صار خطا بالويل ديزاين، يعني من لما صممنا انه هذا راح يصير هنجر، يعني هذا يعني هاي الكلفه الزايده يعني هذا خطا لو هو شنو يعني؟ لا تمام احسنت، خوش سؤال استاذ، لا العفو ما عليك منه، هذا خوش سؤال. صحيح انه احنا عاده لما كل الناس اللي مستغرب الاول فريد يعرفون لما نريد نسوي لاينر احنا حتى سيف تايم وسيف كوست، زي مثل ما قال الاستاذ، اذا انا يعني بالبدايه مسويت الديزاين على مود انه سيف تايم وكوست وبعدين ارجع اسوي تايب اب، فانا شنو اللي سويته؟ شنو الفائده؟ مثل ما ذكرنا الاستاذ بالبدايه انه اكو شغلات يعني ورا 10 سنوات او 20 سنه او 30 سنه الكيسينج يصير بي كراكس بسبب انه الفلويد اللي قاعد تنتجه يكون بي هاي سالينيتي او انه يكون سلفر ووتر. مرات انه اكو اويل يعني صح ننتج اويل بس اكو بي ووتر كات 30 او 40%، هذا الووتر يكون بي هيدروجين سلفايد H2S، وانت تعرف استاذ انه هذا راح يصير كلش كوروسيف انه ماتيريال للميتال تاكل اكل وكلش. طبعا كنت اتمنى لو اكو فرصه اشوفكم فرصة صور انه البايبات ماخذيها انه شلون الكراكس والهولز، فهذه يعني يصير انت مجبر عليها تواجه فرد مشكله لازم تعالجها. واحده من عندها انه سببها الفلويد اللي تنتجه يا اما تكون بي هاي سالينيتي او يكون بي هيدروجين سلفايد. تمام استاذ. ان شاء الله الاجابه واضحه استاذ، اذا عندك فرد اي شيء استفسار او استفهام على شيء. شكرا جزيلا، بس يعني انا اعتقد المفروض هو لما صمم يعني ياخذ بنظر الاعتبار ماخذ بي في تي، يعرف انه هذا بي اتش 2 اس، يعرف مثلا الووتر كات راح يصعد عندي بعد الانتاج. صح احسن صحيح صار، بس احنا نحكي مثلا على مثلا نفترض اكو 1950 1960 عندنا ابار، لانه انت ذاك الوقت تعرف التكنولوجي ما كانت مثل هسه والامكانيات اللي موجوده قبل، اكيد هسه نتفوقها كل شوي. وحده من عندها اللي ذكرنا التايبرد كيسينج، اذا شفته بسبب الشورتج ما كان عندهم انه ينزلون يعني مثلا 5.5 للسيرفيس او 685 للسيرفيس، ماكو عندهم، فكانوا يضطرون على اللي موجود يستخدمون. ف مشاكل بالليجاسي والهيريتج ويل، وهذا اللي حكيناه بالبدايه هسه. اكيد هسه هنا مثل ما تفضلت عندنا اوفست ويلز وعندنا اكو دراسات قاعد نسويها، فبلشنا نتجنب وحده من الشغلات انه ننزل بايبس تكون بي هاي برسنتج من الكروم 13% كروم. هذا الكروم تعرفه هو مقاوم كلش للكروسيف فلويد سواء كان هيدروجين سلفايد ولا الفلويد اللي يكون بي سالينيتي عالي. شكرا جزيلا استاذ عاشر. تدلل كمان سؤال ثاني. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمحاضرة، يعني مفيدة كلش. بس بالزحمة استاذ، عندنا الأبر شو الأبر فلوت كلر واللور فلوت كلر وبيناتهم البرفوريت جوينت، هاي حتبقى سمنتد يعني، هاي لازم بعدين وراها أحفرها غير.
احسنت تمام استاذ، لان انا عندي البيرفوريشن هسه اذا تشوفون انا مخليه على هذا الـ اوكي هسه قاعد تشوفون هذا السكيماتيك انا مسوي شيء للسكرين تمام. فهذا مثل ما تشوفه انه بالنهايه انا لازم ارن كومبليشن سترينج، فهو اذا ما احفره فاكيد هنا انا حيبقى الفلوت كلر ما اقدر ايرن اي شيء. فهذا بعدين احسن خلص سؤال ورا ما اكمل سيمنتينج ورا ما اكمل هذا الجزء حارن مثلا اذا هو كان 7 انش فاني راح ارن اللي هو 6 انش درول بيت تراي كومبيت، انزل احفر كل هذا الموجود الفلوت كلرز اللي هنا عندي تقريبا ثلاثة او جيت موجودات حتى انه يسوي لي فلت باث للكومبليشن سترينج انزل بي. هسه هذا اللي عندنا منزلين هنا اي اس بي، هذا الكومبليشن سترينج اي اس بي، مرات انه يكون كومبليشن سترينج اوبن اند. فاحسن شكرا نبهتني على هاي الملاحظة، صحيح بعد ما انه نكمل ننزل نحفر زين. وبس بس زحمة السيل اللي بين الجايد شو واللاينر القديمة هيكون بادي تو بادي، بادي تو بادي سيل لو اكو رابر تو بادي سيل. خلي ارجع بالسلايد اللي هو تقصد بالانتري جايد صحيح؟ الانتري جايد من فايت باللاينر القديمة السيل اللي بيناتهم هيكون بادي تو بادي. اوكي هذا حيكون ميتال، ميتال تو بادي للرابر. احسن هو هذا اللي احنا قلنا هذه البي بي ار، هاي جزء من اللاينر هانجر هو بولشت بور ريسبتيكال، هذه عباره عن ميتال، هذا الاليمنت رابر هذا السيل اللي مخليه هو عباره عن رابر، فحيكون يعني رابر تو ميتال بادي تو بادي. الرابر موجوده بالبي بي ار ها بالانتري جايد. هسه اشوفك الصوره الانتري جايد، الانتري جايد اوكي هنا بالضبط حيكون هنا. هنا كانوا مسوي له اذا تقرا هذه كانوا موديفايد فشالوا السيل، بس هنا لازم يكون الاثنين هنا هذا يكون حسب الكلاينت ريكويرمنت. فبالضبط ذن السيلات اذا نفترض موجودات هنا حيكون سيت على البي بي ار، على البي بي ار من جوا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لله، شكرا لله. اكو سؤال بعد ثاني، انا جدا من والله هاي الاسئله كلش يعني تفيدنا وتفيد كل بارتيسيبنت اللي موجودين. السلام عليكم استاذ ضياء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ بس سؤال، انه قبل ما انزل التاي باك انا انزله باللاينر القديم توب لاينر القديم تمام، انه بال قبل هاي انزل البريدج بلاك ها اوكي تقصد على انه شلون اي تمام صحيح دنيتش البريدج بلاك حتى نتاكد انه عندنا مشكله ولا لا، شلون لازم دنيتش ينزل اصلا كل قبل التاي باك، اللوجات الميكانيكال تيست اللي نسوي الريتريفربل بريدج بلاك دني كلها ينزل قبل التاي باك، نتاكد انه اوكي عندنا مشكله ولا لا، فذا نيتش تولز اللي نستخدمها. بالضبط، لان الساعه هنا الطريقه تقريبا شويه تختلف، احنا بقلب القرن واحد ويا شلمبرجر انه استخدموا بالبدايه نزلوا دلتا باكر على مود انه تمام فحصنا تغيب بالنهايه تمام، وبعدين نزلوا السمنت ريتينر بالواير لاين. احسنت. ورا ما كملوا اللي صار عندنا مشكله بالسمنت تقريبا 200 متر صار عندنا انه ماكو سمنت في تمام بطبقه الطيارات، وسوينا هاي العمليه اللي هي التاي باك. اها اوكي تمام. فمثل ما انا اذا يمكن اذا شفت استاذ انه قلت طبعا كل كلاينت يعني مثلا انه اللوك اول يختلفون عن اكسن موبل عن بي بي، كل من يشوف انه مثلا هاي الطريقه بالنسبه له هي اللي اكثر انه اوبتيمم حتى تعطيني فريد بيرفكت مثلا تاي باك جوب، فاوكي يسويها حسب البروسيجر مالته، بس انه خلينا نقول الفكره مالتنا الرئيسيه انه انت شلون تسوي انجيج او انه تسوي ستاب ان للتاي باك داخل بي بي ار وتسمته وانه تحصل فريد جوب 100% سكسسفول. يعني استضيع انه فقط انه البريدج بلاك كانه ما حاجز على مود انه السمنت ما كانه ما حاجز انه من اضغط سمنت حتى يرجع لي من الكيسنج اللي تقطته على مود يسوي ازاحه. اها تمام اوكي، انا عبالي انه انت تقصد السيرفيس ريتريفبل باكر لو تقصد ذني. احنا بالنسبه انه ما انه ننزل ريتريفبل او اي بريدج بلاك، ننزل وي تايب باك اسمبلي، قاعد اشوف بالشير سكرين اللي اشر عليه بالضبط ننزل هذا الفلوت كلر، هذا الفلوت كلر نسوي ابسايد داون، يعني انه بدل ما انه يسمح الفلويد يجي من هذا الاتجاه لا احنا قالبي، فبحيث انه اي فلويد يريد يجي منه حيصطد بي، يصطد بهذا يشتغل شغل البريدج بلاك. بس هو يعني كنا يعني كنا ما استاد انه عفوا راح اقاطعك انه كنا ما راح ينزل لجوا كانما تمام عاشتيدك تمام راح يصطد بي يبقى فوقه، وين يطلع؟ يطلع عن طريق البيرفوريتد جوينت اللي هو هسه هذا
تمام هسه بس خلي انا ما انا شفت استاذ هذا هذا الفلوت ايه هذا البريدج بلاك خلينا نعتبره هو فلوت كلر بس خلينا نعتبر انتم عندكم بريدج بلاك هذا قلبي بالعكس في انه كل الفلويد اللي حضخه يمر هنا يمر يعبر الاول يعبر الثاني يطلع من هذه الهولز ويصعد لي فوق فراح يصطد هنا هذا هو حيكون البريدج بلاك اذا تريد تسميه اللي انتم تستخدموه هذا يجي حق الدنوي الاسامبل ما انه ماكو داعي ننزل سيمتري تينر داخل او هيك لا يعني استاذ بعده تصميم يعني حسب الكلاينت اللي انه شلون راح يستخدم تمام هسه احنا هنا كانوا يستخدمون اللي هو هذا النوع يسموه سبرينج لودد بول فالف اللي هو هذا يستخدمون يستخدمون بس واحد يصير جوا البيرفوريتد جوينت يشتغل شغل البريدج بلاك اللي انت تسميه اها مو انا اقول انه الطريقه اللي استخدمناها انه بالبدايه نزل بريدج بلاك بعدين يلا بدا يشتغل بالتايبات تمام اكو اي صح انه هذه مره واحده اتذكر احنا نزلناها قبل لا انه ننزل التايب باك اصلا نزلنا جوا 7 انش سوينا كنا نسميها سي اي بي بي كاست ايرون بريدج بلاك ننزلها نخليها كهم يعني فشي اضافي نقول خاف اذا هذا فشل خاف انه في مانع انه هذا صار بي فيلر زين بهيك حاله شو اسوي انا خوما انه السمنت يروح يعني هذه بعد قبل انه 100% حيكون فيلر ويصير عندي بعد المشكله مشكلتين فكفشي اضافي بس هاي يعني خله ما نقدر حسب الكلاينت انه يضيف ليش الكاست ايرون بريدج بلاك ينزلها قبل أن ينزل التايبات يسيتها بالإيلاين تمام أنتوا سيتوها إيلاين لو بدر البايب لا بالوايرلاين بالإيلاين تمام بالوايرلاين فيسيتها وخلاص يسحب صحيح إنه ممكن تصير صحيح بالضبط شكرا جزيلا أستاذ شكرا لله بالعكس شكرا على هاي الأسئلة ممنون أستاذ ما عليك منه أستاذ بس زحمة من تنزل التاي باك زين هاي لازم تظل فيلينج يعني فيلينج للكيسينج باعتبار انه أكيد. تمام احسنت هاي يمكن ما انه ذكرتها بس تقريبا كل 3 الى 5 جوينتس نجيب الهوز ونمليه فبالضبط كانه اعتبارها فارغه يعني ما يفوت الاشي تمام هو بالضبط شلون الكيسينج ران كيسينج اللي عادي اذا انت ويتنس على هيك اوبريشن ف اوكي فيلينج كل 5 جوينتر شكرا لله اوكي شكرا على هالاسئله بعد يا حبذا انه اكو حتى اللي عنده خبره او انه شاركنا فرشي بالاويل فيد اللي يشتغلون نكون ممنونين استاذ بس انه فائده البي بي ار بولش بول هذه قطع بالضبط ها شنو يعني انه فائده من عندها انه هذه اوكي اذا ما موجوده ما راح تقدر انه الانتري جايد يصير جزء من اللاينر هانجر او يصير جزء من هذا ال7 انج يعني لو نفترض هذه شايليها وين حيدخل هذا الانتري جايد وشون حيكون قطعة واحدة متصلة؟ يعني إحنا قلنا الهدف إنه نسوي لنا 7 inch to surface. فإذا هذه القطعة ما موجودة، فمعناها إنه ما راح يصير أي نقطة ربط، نقطة اتصال أو نقطة ربط إذا تحب تسميها. بالضبط. شكراً جزيلاً أستاذ. لا. أستاذ يا أكو أسئلة بالشات شيكه. صار أوكي. شات. شكرا الله يحفظك شكرا جزيلا دكتور اياد شكرا جزيلا الله يحفظك دكتور اياد جدا ممنون على راسي شهاده اعتز بها وافتخر بها ديزاين يقصد بي ولا تختلف ما هي الاخطار اذا امكن اوكي الاخطار بالنسبه للبي بي ار الستاندر مالته انه يكون يا اما 7.6 الاي دي مالته يا اما انه يكون 7.8 يا اما يكون 7.9 ماكسيمم وبالنسبه للنوغو مينيمم انه حتكون 8 انج بالنسبة لأطوال مات البي بي آر الستاندر هو يكون 6 فيت 10 فيت 15 فيت 20 فيت 25 فيت اللي قاعد يستخدموه هسه اللي هو اللي 10 فيت هذا الموست كومن لينث اللي هو قاعد يستخدمه فإذا ما أعرف جاوبت على السؤال بالنسبة للتامر نقدر نحصل على أكيد إن شاء الله إنه أوكي حتحصلون موجود تبقى هاي بريشر هاي تمبريتشر استخدموا كامل هاي تعتبر نفس الأخطاء العفو الأخ بس إذا ممكن ما فهمت شو يقصدون بس سؤال أستاذ براء أوكي complete your gratitude by giving the presentation أستاذ يردون ال presentation يعني اللي يقولوا لك تنطيها لو لا لا إن شاء الله أكيد لا أوكي ماكو مشكلة أستاذ هي إحنا يعني بالنسبه لنا ك اس بي اي يعني الاساتذه هم حرين يعني نعرف انه اكو برزنتيشنز بها يعني
معلومات انه ما تشارك وحصريه او سريه خلينا نقول، لكن تطرح تمام. فقط للفائده تمام. واذا البرزنتيشن هو... اذا البرزنتيشن عام وما به هيك معلومات تقدر تنطيها احنا يعني. لا اكيد وانا هذا الشيء اللي سويته صراحه، البرزنتيشن قدر الامكان ما خليت بيه، ضمنت في الشغلات اللي هي يعني ممنوع عليها بوليسي، فقدر الامكان خليته عام حتى انه الكل يقدر يستفاد من عنده ونقدر انه نسوي له شير هذا الماتيريال يدلونه كل الناس اللي هم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شانك عيني استاذ ضياء، دكتورة ندى زبيدي وياك. الله يحفظك امنا الغالية، شلون الصحة دكتورة؟ شانك عيني ممنونين، شكرا والله الشرف ان الله يرضى عنك. انا افتخر انت ودكتور ضياء صراحة وكل الاساتذة اللي حاضرين. يا عيني والله حاضرين احنا من بداية المحاضرة يعني محاضرة قيمة، بارك الله بكم. انتوا اللي اعطيتونا الاساس دكتوره وخليتونا نوصل للي احنا وصلنا من بعد الله، فانتوا ان شاء الله هذا فضل رب العالمين وفضلكم عيني. نعم ان شاء الله فضل اهلكم. نعم. يا ربي الله يحفظكم الله ان شاء الله. الله ينتج الصحه والعافيه وطول بعمرك دكتوره، فاحنا ايش ما انه نريد نقول قليل بحقكم والله، فهم عذرونا انه يعني نشكرك. احنا بس نشكرك، نتمنى نخدمكم باي شيء دكتوره. الله يحفظ شكرا والله والنعم منكم والله تسلمون، الله يحفظكم ان شاء الله. ممنونين على المحاضره القيمه ونشكر الاس بي اي بغداد سكشن على هالفرصه هاي، شكرا جزيلا. شكرا ممنونين من عيني. شكرا لك دكتوره، شكرا لتواجدكم. شكرا عيني استاذ وراء، شكرا جزيلا لكم جميعا عيني. وسلامنا اكيد العمار، سلام مخصوص. اه يا عيني عليكم السلام، ان شاء الله يوصل ان شاء الله يوصل. شكرا دكتور. شكرا شكرا جزيلا، شكرا. الله يسلمك. تمام، اي سؤال ثاني؟ ايش قد بعد باقي لنا استاذ براء؟ تقريبا عندنا فد 15 دقيقه تقريبا. تمام، فانا اتمنى من الاخوان اي شخص عنده فرد سؤال استاذ ضياء، بس بلا زحمه السؤال عن السمنت ريتينر اذا انهم عليه. تفضل بس ممكن توضيع عن السمنت ريتينر يعني كفائده وايد. اوكي، السمنت ريتينر بالضبط طبعا اللي انا بشتغل عليه انه يكون كانما شلون بالضبط شلون الفلوت كلر، شلون كانما تشيك فالف، بس هذا يستخدموه عاده انه اذا عندنا مثلا بيرفوريشن نريد نسوي له شت اوف، فيسيت عن طريق الايلاين يكون بي اليمنت، هذا الاليمنت يفتح على الانترفال اللي انت تريد تعزله وتقدر تضخ من طريقه، يعني انه انت تعزل الجزء اللي فوق وتقدر تضخ من جواه، لانه مثلا خلينا نفترض اذا نفترض على سبيل المثال انا اريد خلي اشرح على هذا الويل بول سكيماتيك احسن. اوكي، خلي نفترض استاذ وياي وياك استاذ. تمام، خلينا نفترض انا اريد ذولي اسوي لهم شت اوف، ذولي اريد اخلقهم البيرفوريشن، فايش اريد اسوي؟ انا ما اريد السمنت انه يوصل لكل الويل بول او داخل الكيسين كله، فأجي أجيب هذا السمنت ريتينر أسيته هنا، السمنت ريتينر يكون بي إليمنت، الإليمنت حيفتح على الكيسينج، فأجي درول بايب أسوي ميك أب داخل السمنت ريتينر وأضخ السمنت بالداخل، فهو هذا سموه بالسمنت ريتينر، أنه يسمحني أنا أضخ سمنت ثرو ذس يعني عن طريق هذا الإكوبمنت للبيرفوريشن وأسوي له شتوف. هذه واحدة من الاستخدامات، بينما الكاست أيرون بريدج بلاك أو البريدج بلاك اللي أنت حكيته هذه تكون بلايند، يعني أنا ما أقدر أضخ أي شيء عن طريقها جواها، بس شنو إذا لو كان عندي perforation فوق فأني أسيد هذا البريدج بلاك وأضخ سمنت فحتى أسوي بشت ووتر شت أوف. تمام، ممنون أستاذ، وصلت الفكرة عشتي أستاذ. تدلن يعني كأنه ما عندي perforation كأنه ما يصير بين interval، يعني كأنه ما حاجز إنه أضخ عشتيدك. تمام، مرات إنه لا أنا ما أريد أسوي الاثنيناتهم شت أوف، أريد أسوي هذا الجو، فشون أعزله؟ ما أقدر إنه أعزل فرد يعني ريتريفبل باكر اللي هي السيرفيس، فأسيته هنا وأضخ عن طريقه، هاي هم أبليكيشن ثاني إلها إذا أريد إنه أسد بس بيرفوريشن واحد. عشت إيدك أستاذ. تمام، لكن عشت تدلل. أوكي، بعد أسئلة نتمنى هاي الأسئلة اللي صراحة من الأخوان البارتيسمنت اللي موجودين أنا أشكرهم عليها. السلام عليكم استاذ ضياء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عزيز استاذ. الله يسلمك، وياك مهندس ايمن من نفط البصره، انا دريلنج انجينير طبعا مشتغل على راسي على راسي الصراحه. محاضره جدا روعه، والبرزنتيشن مالته كلش حلو يعني. ربي يحفظك، شهاده اعتزمي، شكرا جزيلا. الله يسلمك حبيبي استاذ ضياء، انا عندي سؤال بسيط بلا زحمه عليك. يعني بالنسبه للفلوت كلر الاولى
يعني اقدر بالتصميم مالته بالديزاين اقدر استغني عنها ما دام انا عندي الفلوت كلر الثانيه والجوينت اللي هو مثقب وده يطلع من عند السمنت صاير اسفل هاي الفلوت كلر فاقدر استغني عن الفلوت كلر الاولى بالديزاين لو هذا تمام هسه الثاني تمام هسه يمكن قاعد اشوف هسه هذه الاسمبلي تقصد هذه اللي تمام ايه اشوفها الفلوت كلر الاولى استاذ يعني اللي بعد النو يعني بالترتيب مال النو جو بعدين كابلينج وبعدين يجي الفلوت كلر تمام تمام خوش سؤال هذا استاذ اني مثل ما انه شرحنا هذا انه هو راح يكون المصد مال السمنت يعني السمنت انا من راح اضخه انا ما اريد نعم. ينزل لجوه ما اريد انه ينزل للبوتوم مال 7 انش ما اريد يعبر لللاينر هانجر انا اريد انه يكون من هذا البيرفوريت جوينت ويصعد لي اب تو سيرفيس فانا هذه اذا تمام بالضبط فانا هذا لقيته بعد انه كل السمنت اللي اضخه حيروح للبوتوم مالت الويل وانا هذا الشيء ما اريده انا اريد اسمت بيهايند ذا كيسينج من البيرفوريت جوينت وانت صاعد بالضبط هسه حتى نشرح على هذا السكيم مالت العفو استاذ ضياء يعني سال وترجع لي على السلايد اللي رتبت به الترتيب مال هذا يعني القبله اذا النقاط العفو استاذ النقاط اللي رتبت بها الترتيب يعني تمام 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 اوكي تمام هذه بالضبط تمام هسه استاذ الترتيب مالتك يعني هسه اول شيء الانتري تمام الانتري بالضبط راح يجينا اول فلوت كلر اللي هي هاي الثانيه ال7 انج البام توب تمام اي استاذ انا قصدي هاي بالضبط هاي اقدر استغني عنها ما دام انا عندي اللي فوق اللي ما اقدر استغنى عنها ما اقدر استغنى عنها لان هذه شغلها هو راح تكون مصد ما راح تخلي السمنت يعبر لي يعبر هذا الانتري ينزل جوا ينزل للبوتوم تمام تمام انا اللي اريد اسمت انا ما اريد اسمن داخل الكيسينج انا اريد اسمت من البرفوريت جوينت وانت صاعد وبالضبط هسه السلايد اللي هذا حتى نوضح العفو استاذ ضياء هو هاي يعني كشغل الفلوت كلر هي ان ار في يعني هسه من راح نضيف السمنت روح الله والديك راح ينزل السمنت يعني السمنت راح ينزل ما عنده مشكله راح ينزل اللي جوه بس اذا صار عندي مثلا فلو من البير او فصار عندي فد مشاكل هاي الفلوت كلر راح اصد لي يعني ما راح يدخل لي اي فلو داخل التي باك كيسينج يعني خلينا نقول تمام هسه يمكن هذا هذه هاي القطعه اللي هي نقول مباشره فوق الانتري جايد اللي هي الفلوت كلر تمام بالضبط هي هاي اللي اقصدها هاي تمام استاذ هذه هسه احنا نريد ننزلها شنو الغايه من عندها انه انا من رحت اضخن السمنت من فوق اريده انه يصطد هنا ويرجع ما اريده انه يكمل طريقه يعبر بالانتري جايد وبعدين يجيني داخل انا اذا هذا داخل فكل السمنت راح يضيع من عندي فما راح استفاد اي شيء فاني ما راح اقدر اسميت بهاي خلاص وصلت الفكره استاذ انا تصورت انه هاي ان ار بي يعني تسمح للسمنت يدخل يعني لا انا اريد اي فهل قلنا هذه هاي القطعه حتكون ابسايد داون هاي شغلها معكوسه احنا نربطها بالعكس حتى تشتغل انه الفلويد لو يجينا اي شيء منها ممكن يدخل بس تمام هناك ممنوع والسبب انه انا اكيد هنا بعد ماكو عندي انا البير عازله من جوا السبب انه حتى هاي يكون بريدج حتى انه كان تشيك سمنت يطخ بيها ويصعد حلو عاش سيدك استاذ جزاك الله خير معلومه كلش حلوه احنا بالحفر ما عندنا هيك شيء يعني بالكيسنج صحيح ما عندنا هيك شبد يعني تكنيك صحيح فهو هذا احنا صراحه ليش قلنا هاي وحده من الشغلات اللي هي الاي ال بي توفرها انه انا ورك اوفر كومبليشن هاي بس ورك اوفر اللي الناس اللي تستخدم الورك اوفر يشوفوها فانه ممكن نفيد بها وحضرتك ان شاء الله اذا انت تشرفنا في البرزنتيشن نستفاد فاكيد نكون احنا ممنونين الله كريم ان شاء الله ليش لا ليش ان شاء الله تمام. جزاك الله خير استاذ وشكرا للاس بي اي بغداد يعني صراحه والاستاذ اللي يحفظكم تحيه طيبه لكم احنا بخدمتكم ان شاء الله الله يسلمك اشكرك حبيبي استاذ شكرا جزيلا بحفظك شكرا لله بعد والله نتمنى انه احلى صراحه احلى بارت بالنسبه لي بهذا البرزنتيشن هو الاسئله هذه والمديح اللي قاعد اخذه من حضرتكم ان شاء الله هذا يشجعنا نقدم فرد شغلات وكلش بعد عندنا سبجكتس غير هذا كلها خاصه بالورك اوفر واحده من عندها الاي اس بي اكويبمنت سايزنج واحده من ارتفيشال ميثود شلون نقدر انه نختار السيوتبل اي اس بي حتى انه شلون ممكن انه نسوي بال هيد موديفيكيشن اذا صار بفرد ايشو قام الاويل او الهيدروكربونز يطلع فان شاء الله احنا هذا اللي نريده انه نشارك قدر الامكان كل المعلومات اللي نعرفها وياكم بس نريد انه كون فرد شيء اكتف يعني انه نقدم معلومه وتجينا هذا الكم من الاسئله حتى نعرف احنا نصدق انه فدنا الناس اللي هي بالاويل اندستري اسئله ثانيه ايش بعد عندنا استاذ براء عاش تيدك استاذ يا عندنا تقريبا اقل العشر دقائق اذا اكو اسئله ف يعني نستقبل الاسئله اذا ماكو اي اسئله ف يعني نتجه الى نهايه المحاضره ان شاء الله اوكي انا بالنسبه لي اخادي ممنوع ما عندي اي مشكله انا هسه قاعد فاتح الشات في اي شخص اذا ما يقدر انه يريد يدز رساله على الشات
فكان ما عندي مشكلة إن شاء الله أجاوبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مهند مجيد. تمام، هذا أكويت أون سيمنت. بعد ما أنه نكمل عملية السيمنت أوبريشن، عادة أنه يكون تقريبا من 12 إلى 24 ساعة، يعتمد على الثيكنينج تايم اللي مستخدمي، يعتمد على أنه السيمنت سلري شنو الكومبوننتس أو الأدتيفز اللي مستخدميها. بس هو أوكي حيكون أكو هناك ويت أون سيمنت. طبعا أعتقد أشوف هنا سترويدة شرفينا بحضور السيد، نفتخر احنا طبعا اكيد للناس اللي هي كانت دائما سبورتيف وما انها تقصر مساعدتنا. شكرا جزيلا نسيت على حضور. ان شاء الله اعتقد استاذ براء انه هذه ريكوردد، اعتقد ان جماعه انه نعم ان شاء الله ريكوردد. تمام اكو سؤال من الاخوه بعد. اللي يحب يسأل يقدر يتفضل يفتح المايك ويسأل، أو يقدر يكتبه بالشات السؤال أيضا متابعين ويقدر نجاوب إن شاء الله. عندنا يعني وقت، عندنا أقل من 10 دقائق إذا أكو سؤال. إذا ماك سؤال فحتى نعم تفضل. العفو. بس إذا أحمد أستاذ يحتاج أني أسوي بول هيدنج للبير لو أعتمد على البي أو بي وعلى الأبر فلوت كالر كبارير ثانية؟ تمام استاذ عاشدك، هو عاده احنا كورك اوفر اوبريشن من نريد نشتغل على بير لازم يكون البير هذا كيلد، لازم مقتول، ماكو بي اي سيرفيس بريشرز. فمرات احنا نقتله بطريقه البول هيد، مرات بالفورورد، مرات بالريفرس، بس معناها احنا يعني اوكي من نجي للبير نشتغل عليه هذا البير لازم مقتول، يعني ماكو بعد ماكو داعي انه مره ثانيه. شكرا. تمام شكرا لله. هنا ما أعرف أستاذ براء إذا أشوف بالشات إنه يقول الجيولوجي مشمول بالدورة، يعني استفاد من عدته بصراحة. أوكي الجيولوجي بعد هو كل على الفورميشنز، يمكن يأخذ كمعلومة عامة. يعني إحنا شاركنا بالبداية على ALP، ممكن هذا البروغرام يستفاد من عدته لأن للكل. بس خلينا نقول إنه إذا على مال ستيمباك أسامبلي والبي بي آر، هاي إذا كان شخص يحب يطلع ويريد معلومة إضافية. استاذ ضياء تحكي انت بالنسبه يعني سؤال استاذ حسن، احنا يعني ننوع بال يعني المحاضرات بالخاصه بالاي ال بي، يعني محاضرات الفنيه باختصاصات مختلفه، اليوم باختصاص باكر بالريزفوار، عقبه بغير اختصاص بال يعني مختلف اختصاصات الصناعه النفطيه. فممكن انت يعني المحاضرات اللي بالريزفوار تفيدك، ممكن اذا انت حضرتك تشتغل بحقل نفطي او اذا يعني اندر جراجويت وان امبلويد ممكن تحب الاطلاع على يعني هيك امور، بما انه انت الجيولوجي هو اذا يريد يشتغل ممكن يشتغل بالصناعه النفطيه فقد يكون على احتكاك مع مثل هاي العمليات ممكن تفيده. يعني مرات يعني الامباسيدور ليكتشرر يصير بمحاضرات نون تكنيكال، مواضيع احنا نسميها البروفيشنال ديفلوبمنتس. يعني عاده انا انطي هاي المحاضرات باكر، عندنا مثلا هيك محاضره اللي تستهدف يعني هي حتصير خصيصا جامعه كربلاء، بس الغير جامعات ايضا اذا يحبون يحضرون، او يعني مو يعني مثلا حتى اذا متخرجين او يونج بروفيشنالز او اي شخص مرحب بي، لكن هي بالضروره انه تستهدف طلبه الجامعات واليونج بروفيشنالز اللي يعني بالميد كارير او البيجن مال كارير مالتهم. راح تكون محاضره على شلون السي في رايتنج سكيلز، يعني محاضره حلوه ومهمه شويه على بساطتها، لكن هوايه ناس عندهم فد، شفنا من خلال متابعتنا بهالمجال هوايه ناس عندهم فد مشاكل بهالامور. صارت عندنا محاضرات الكوميونيكيشنز همين، صارت محاضرات يعني بالانترفيو سكيلز، هاي كلها يعني المحاضرات ايضا كلش مهمه للمهندس انه هاي تكمل الجزء النون تكنيكال. بيتعرف المهندس لازم يركز على الجزء التكنيكال والجزء النون تكنيكال حتى يتكامل. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للكل.
إذا ماكو سؤال حتى نتجه لنهاية محاضرة اليوم، وشكرا لحضوركم، شكرا جزيلا مرة لأخ أستاذ ضياء، شكرا تواجدكم ولمحاضرتكم. شكرا جزيلا لكل اللي جاوا حضروا، وشكرا جزيلا صبر على الأورجنايزيشن، ما قصرت فيه، أنا ممنون كلش من عندك، ألف شكر. الله يسلمك، شكرا جزيلا. إذا نتجه، في أمان الله، مع السلامة، نتجه لنهاية المحاضرة. شكرا لكم، شكرا، في أمان الله، نشوفكم على خير والسلامة، في أمان الله.